يا مساء الانوار على حضراتكم جميعا، اهلا وسهلا وحلقه جديده ومساء الانوار. في الجزء الثاني من هذه الحلقه، ولانها ليله هامه للغايه، فغدا بمشيئه الرحمن لقاءين مرتقبين، الزمالك يلتقي مع الاسماعيلي والاهلي يلتقي مع بيراميدز. بما انه لا توجد ذكريات بين الاهلي وبيراميدز القديمه، فستكون الذكريات اليوم خاصه بالزمالك والاسماعيلي. هيكون معانا اربعه من نجوم الزمالك والاسماعيلي، احمد سمير فرج وعمر جمال من الاسماعيلي، واحمد سمير واحمد صالح من الزمالك. نتحدث عن ذكريات لقاءات الفريقين، النتائج، لدينا كل الأهداف تقريبا التاريخية بين الزمالك والإسماعيلي، ولدينا طبعا الأرقام الخاصة بلقاءات الفريقين الكبيرين. سؤالنا النهاردة على صفحتكم مساء الأنوار على الفيسبوك، توقع نتيجة مباراتي الغد، زمالك إسماعيلي والأهلي وبيراميدز، توقع نتيجة هنا وهناك. وبرضو بالمناسبة، قبل ما أقول لحضراتكم نتيجة دوري الأبطال النهاردة ونستعرض مجموعة من الصور الهامة جدا، وأكيد هنتكلم بشيء من التفصيل أكتر بعد شوية، لكن مع كل أسف بعض المواقع أذاعت نبأ غير صحيح بالمرة عن انسحاب النادي الأهلي من الدوري العام، وهذا خبر عار عن الصحة شكلا وموضوعا، ولا يليق ولا يليق بأي مواقع أبدا أنها تكتب خبر زي ده يثير البلبلة بدون داعي. نادي الأهلي نادي كبير، ومجلس إدارته ورئيسه رجل دولة، ولا يمكن على الإطلاق نادي بحجم النادي الأهلي يتردد كلمة ينسحب من الدوري، هذا أمر غير وارد على الإطلاق. ولكن مع الأسف أننا نعيش في عصر اصطياد، وهناك بعض ممن لهم أغراض الحقيقة يعني معروفة للجميع في محاولات إحداث بلبلة هنا وهناك. اجتماع مستمر لمجلس إدارة النادي الأهلي منذ ما يقرب من ساعتين تقريبا، أخذوا بريك ورجعوا تاني. أحد أعضاء مجلس الإدارة أثناء خروجه في اصطفاف الصحفيين برا قال لهم اطمنوا، الأزمة في طريقها إلى الحل. أكيد عندي حوار كتير حول هذا الموضوع، لكن هأرجئه إلى ما بعد انتهاء اجتماع مجلس إدارة النادي الأهلي. لكن ما أؤكده وأنا يعني مغمض العينين، أن المباراة ستلعب 100%، وأنه لا وجود إطلاقا لأي حوار خاص بانسحاب النادي الأهلي. نادي الأهلي اسم كبير أوي 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 أوي، لا يملك مخلوق كائن ما كان أن يعرض اسم النادي الأهلي لكلمة انسحاب، هذا لن يحدث ولا يحدث على الإطلاق. طيب، انتهت مباراتين في منتهى الأهمية في رحلة دوري أبطال أوروبا. المباراة الأولى وهي مباراة ليفربول مع بورتو على ملعب الأخير، استطاع ليفربول أن يؤكد تفوقه على بورتو. لقاء الذهاب كان انتهى 2-0، النهاردة ليفربول أمطر بورتو بأربعة أهداف كاملة مقابل هدف واحد. أهداف ليفربول في الدقيقة 26، ساديو ماني من تمريرة حريرية رائعة أصبح فيها ساديو ماني من محمد صلاح أصبح فيها ساديو ماني وجها لوجه أمام الشباك، ثم محمد صلاح نفسه في الدقيقة 65، وطبعا كلنا عارفين حارس بورتو هو كاسياس، طبعا واحد من أهم حراس المرمى في العالم. هدف الثاني في الدقيقة 65 محمد صلاح، ثم روبرتو فيرمينيو اللي نزل مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 77، وبالتخصص فيرجيل فان دايك في الدقيقة 84، بينما أحرز هدف بورتو ميليتو في الدقيقة 69. وبكده يبقى ليفربول تفوق على بورتو في مجموع اللقاءين 6-1، لقاء
ليفربول مع بورتو. اللقاء الثاني هو لقاء مانشستر سيتي مع توتنهام. انتهى اللقاء 4-3 لمانشستر سيتي، ولكن توتنهام في لقاء الذهاب كان قد تفوق بهدف نظيف، ومن ثم يتأهل توتنهام أراها في مفاجأة على حساب مانشستر سيتي. الفار هو اللي خرج مانشستر سيتي، لأن كان مانشستر أحرز هدفا خامسا ولكن ألغي من خلال تقنية الفار. أجويرو طبعا هو اللي كان أحرز الهدف. أهداف مانشستر سيتي النهاردة: في الدقيقة 4 رحيم ستيرلينج، دقيقة 11 دي سيلفا، دقيقة 21 ستيرلينج، في الدقيقة 59 أجويرو. أهداف توتنهام: هيونغ مين سول في الدقيقة 7، ثم يضيف هدفا ثانين في الدقيقة 10، ثم لورينتي في الدقيقة 73. بكده يقصى مانشستر سيتي من المسابقة، ويتقدم توتنهام إلى الدور قبل النهائي في دوري أبطال أوروبا. حاجة جميلة جميلة جميلة. والحقيقة يعني أنا شخصيا لم أكن أتوقع على الإطلاق أن يعبر توتنهام مانشستر سيتي، باعتبار أن الأخير واحد من أفضل فرق العالم حقيقة. لكن توتنهام النهاردة كان عنيد جدا جدا، برغم غياب كين واحد من أهم لاعبيه، إلا أنه لاعبي توتنهام النهاردة كانوا متفوقين على أنفسهم، وعندهم إصرار عالي جدا جدا للتأهل. بكده يبقى مباريات نصف النهائي. ليفربول سيلتقي ببرشلونة، محمد صلاح سيلتقي بميسي. يا نهار أبيض، ده هتبقى ليلة ولا ألف ليلة. ليفربول مع برشلونة هذا يعني أمر نشتاق إلى رؤيته. والغريب بقى والعجيب إن بعد المباراة ما انتهت، وعلى الفيسبوك بيقولوا لي، أنتوا عارفين أنا ما بعرفش أخش والله على الفيسبوك، إنه الفيسبوك انتشر فيه كلام كتير لبعض يعني بعض اللي بيدخلوا: معلش يا صلاح، احنا يعني هنشجع ميسي لان احنا بنشجع برشلونه. بس اعتقد دول واحد في المليون، اعتقد دول. صلاح ده ابن بلدنا، صلاح ده ابن بلدنا، ما ينفعش. انا بموت في ميسي، وامبارح لسه متكلم عليه قصيده شعر. لكن اذا التقى اخويا مع ابن عمي، انا مع اخويا اللي هو طبعا محمد صلاح ابننا الجميل اللعيب العظيم. وبالتالي ان شاء الله باذن الله ستكون موقعة في غاية الروعة والجمال والاشتياق بعد أسبوعين من الآن بين ليفربول وبرشلونة. على الجانب الآخر، بعد عبور توتنهام أصعب المراحل، وهي مرحلة طبعا مانشستر سيتي، سيلتقي مع مفاجأة هذه البطولة أياكس. أياكس الأقصى ريال مدريد، ثم أقصى يوفنتوس. النهاردة هيلتقي في نصف النهائي أو في مرحلة ما قبل النهائي في واحدة من أهم المباريات، توتنهام أمام أياكس. التوقع فيما يتعلق بتوتنهام وأياكس مفيش توقع. تخيلوا بقى، أنا كنت هقول توتنهام، بس رجعت تاني أفكر إزاي أقول توتنهام وأياكس قدم مباريات مبدعة وبأسلوب ثابت. وامبارح اتكلم مديرهم الفني الفز وقال نملك أسلوبنا، عندنا أسلوب في اللعب وعندنا مهارات لشباب واعد عالي قوي قوي قوي. وشرح إزاي قدر يفوز على السيدة العجوز يوفنتوس، وإزاي قدر يجبر اليوفنتوس على التراجع في الشوط الثاني، وإزاي عنده مفاتيح الأجنحة الأطراف رهيبة وفعلا رهيبة، وإزاي قدر يخلق فرص في منتهى القوة في الشوط الثاني كان ممكن تزيد من آلام وجراح يوفنتوس بالأمس. كلها الحقيقة مؤشرات تقول ولا تقدر تتوقع.
ولا تقدر تتوقع. توتنهام يبقى توتنهام بنجومه الكبار وقدرتهم التهديفية العالية، ولكن أياكس بأدائه محير. أما بقى ليفربول وبرشلونة ما أقدرش أتوقع، وإذا كان عندي توقع مش هقوله، مش هقوله. خلي بالك إنه صلاح قبل كده لعب أمام كريستيانو رونالدو فاينل أوروبا، لو تفتكر يوم لما اتضرب والضربة إياها دي من سيرجي راموس، طبعا الله بقى جزيه يعني. النهارده ما شاء الله قبل النهائي بيلعب أمام فريق أيضا عظيم هو فريق برشلونة، يعني لعب قدام ريال مدريد فاينل وهيلعب قدام برشلونة سيمي فاينل، حاجة تحفة. طبعا اللي بيعبر من المحطة دي والمحطة دي بيلعبوا على النهائي زي ما أنتوا عارفين. ما بين مين ومين بقى النهائي؟ العلم عند الله، لكن نتمنى يا رب إن شاء الله يكون أحد طرفي النهائي طبعا هو ليفربول، حتى ولو كان على حساب معشوق الدنيا كلها ليونيل ميسي. قبل ما أقول الأخبار النهاردة، الحقيقة عندي رسالة بوجهها للدكتور المهندس محافظ الإسكندرية في زيارة خاطفة سريعة ذهابا وعودة ليا. بعدي دايما أمام استاد إسكندرية العريق العريق العريق، أدي كمان مرة هي، وبنعم كما ينعم الملايين بشكل سوره القديم من الحجارة الإنجليزي القديمة الفاخرة الحمراء الجميلة. وأنا بقول الحمراء كلكم هتتخيلوا السور بتاع استاد اسكندرية. في إطار التجميل لا أعلم ولا في إطار التشويه وهو الأقرب، صورت لحضراتكم الصور دي. تخيلوا الاستاد الجميل اللي كلنا كنا بنشوفه، والحتت المستطيلة اللي في القلب دي من السرناجة الحمراء الجميلة. ده مش استاد اسكندرية، ده وابور النور اللي على بعد اللي ما بينه يفصل ما بينه وما بين استاد اسكندرية نادي الأولمبي. طبعا محتفظ بسوره القديم، سوره القديم الإنجليزي المعتبر المعتبر. تخيلوا استاد اسكندرية بيعملوه بالشكل ده، بيعملوه بالشكل ده، السور الخارجي بيحطوا عليه أسمنت وبعدين يدهنوه بالأبيض. إيه من صاحب هذه الفكرة؟ أنا بوجه كلامي للأستاذ الدكتور المهندس، وهو مهندس محافظ الإسكندرية، وما هو أكثر من هذا كان عميدا لكلية الهندسة. مين يقول إن العراقة العراقة في استاد اسكندرية اللي هي يعني ضاربة في عمق التاريخ بجمال سورها اللي كلنا حفظناه، ده وابور المية. كان استاد اسكندرية بنفس الشكل ده، ده وابور المية الحمد لله مش هتتلعب عليه أمم أفريقيا، فهيفضل زي ما هو بفضل الله. لكن مين يقول بقى إن استاد اسكندرية يبقى كده، وإن السور الجميل اللي عشنا عمرنا كله نمشي جنبيه ونتفرج عليه يبقى بالشكل ده؟ تدهنه أبيض ليه؟ وتحط عليه أسمنت ليه؟ هو أنت أحسن من الإنجليز؟ وبعدين سيبك من إنجليز أو غير إنجليز، ده كان تحفة معمارية. الطوب الأحمر بتاعه ده مش طوب لا مؤاخذة مباني، ده طوب حاجة فاخرة فاخرة وتحفة معمارية كان. ومن معالم اسكندرية استاد اسكندرية بسوره الخارجي. وأنا بتصور كل واحد من حضراتكم بيسمعني دلوقتي رجع بيه الذاكرة وهو بيمر من حتة حي باب شرق الجميلة والساعة الجميلة اللي معمولة هناك دي قدام اسم باب شرق، ومكمل على استاد اسكندرية الجميل ويشوف مظهره الرائع، هيلاقي المنظر ده. أنا بتساءل حقيقة، وسؤالي للسيد المحترم المهندس محافظ اسكندرية، لأنه في النهاية هذا الاستاد على ما أعلم تبع المحافظة، يعني أرجوك من فضلك، يعني من فضلك هو معانا، يعني من فضلك قول لنا، من فضلك قول لنا مين صاحب الفكرة دي، ومين شوه صور استاد اسكندرية كده؟ وأنا بطالب حضرتك أهو كمواطن مصري عادي جدا، إذا في إمكانية من فضلك يتكحت اللي اتعمل ده
ويرجع زي ما كان. مفيش أجمل مما كان، مفيش أجمل مما كان. وترجعه لنا تاني، وترجعه لنا تاني. ده من جوه، أدي من جوه أهو، رجعه لنا من فضلك. المعمار المحترم ده من أيام الملك، من أيام الملك يا جماعة. إزاي تعملوا كده يعني؟ إزاي تشوهوا شكل جمالي ارتبط بأذهان المصريين كلهم بهذا الشكل اللي أقول عليه إيه؟ مش قادر أسميه، ده أجلي مشوه. هذا شكل مشوه يا سيادة المحافظ. أنا محموق لأن ده استاد رياضي، وده استاد كلنا عشنا عمرنا نستمتع وإحنا ماشيين جنب سوره بجمال سوره. واللي أقنع حضرتك إن هو جمله، لا ده خلص عليه. أنا معرفش هل في إمكانية هندسية لإزالة ما حدث. لو في إمكانية بإذابة اللي حصل ده بشكل أو بآخر ويعود توب السناجة المحترم، ده من 1929 أقدم استاد في مصر والشرق الأوسط. إزاي تشوهوه يا جماعة؟ ده ملك الشعب، ده مش ملك حد، تحت شعار تجديد استاد اسكندرية. لا ده تشويه استاد اسكندرية. هننتظر كام يوم كده ونشوف هتعملوا ايه. هل عندكم فرصة ان انتوا تعيدوه الى جماله اللي طمستوه بهذا القبح، ولا الدنيا باظت وخلاص بقى وعليه العوض في الاستاد العريق اللي من سنة 1929 واللي عاصر ملوك ورؤساء وحاجة عظيمة وجميلة وجماهير من هنا وهناك عشقت هذا الاستاد لعرقته ولجماله. مش عايز أكون قاسي أكتر من كده في الكلام، لكن أرجوك يا سيادة المحافظ شوف لنا حل إذا كان هناك حل هندسي، وحضرتك دكتور مهندس، في إزالة هذا القبح اللي حصل فيه، يبقى كتر خيرك. أما إذا كان من المستحيل إزالته فعليه العوض، عليه العوض. طيب، ما زال اجتماع النادي الأهلي ومجلس إدارته قائم، وكان النادي الأهلي عمل بيان امبارح ورجع عمل بيان تاني النهارده. أحيانا امبارح جاي لي البيان، بس أنا كمبدأ عام زي ما حضراتكم عارفين وكنت قلت الكلام ده قبل كده، مش كل ما يعرف يقال. ليه؟ لأنه هذه أمور تثير البلبلة، هذه الأمور تثير البلبلة، واللعب على أوتار الجماهير هي أسوأ الألعاب على الإطلاق. اللعب على أوتار الجماهير هي أسوأ الألعاب على الإطلاق. لما يجي أقول بشكل أو بآخر أنا مش هلعب غير بجمهوري، أنا دخلت الجمهور طرف في المشكلة ولعبت على وتر الجماهير. على فكرة عشان ما حدش يزايد علينا في الكلام، أعتقد حضراتكم من اللي متابعيني عارفين كويس قوي إن أنا كل ما بتيجي فرصة كلام على الجماهير بقول لازم الجمهور يخش ولازم ترجع الجماهير. ودفعت في مباراة سان داونز على دخول 70,000 لمباراة سان داونز لتشجيع النادي الأهلي وغيره 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 وغيره، حتى لا يزايد أحد يعني، يعني عشان منطقة المزايدة دي تتقفل، لأن أنا عارف طبعًا الفنانين كتير قوي في حكاية المزايدة دي بيحبوا يعني إيه يتحفونا بفنهم في الكلام، ما لهمش قيمة. أي حد على فكرة بيتكلم على الفيسبوك لا قيمة له بالنسبة لي أنا، لأن لا بعرف أخش على الفيسبوك ولا بهتم بالفيسبوك، تمام. لكن عشان أنا أقول بيان زي ده، مهما كانت أسباب النادي الأهلي في هذا البيان، أنا بشوف أنه لا يجوز اللعب على، أنا بوجه كلامي للأصدقاء الأعزاء مجلس إدارة النادي الأهلي، لا يجوز اللعب على أوتار الجماهير أيها السادة الكرام. وإذا كان هناك من مناقشات فلتجري المناقشات في الكواليس بعيدا عن البيانات التي تدغدغ أهداب ومشاعر محب النادي الأهلي وما أكثرهم، وما أكثرهم. لكن اللعب على هذا الوتر هو لعب على أخطر الأوتار في الوطن.
عشان كده امبارح انا جاي للبيان، لكن قلت لا مش هقول، مش هقول، لانه ببساطه انا عارف الموضوع في النهايه لازم هيتحل. طب انا ليه اشحن الجماهير؟ ادي واحد. اتنين، احنا دايما بنقول يا جماعه بلدنا دايما محتاجه استقرار. جمهور الاهلي زي ما قال الاهلي في بيانه كان ممتاز جدا في مباراه سان داونز، وانا موافقك جدا، والله موافقك جدا 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 جدا، كان رائع. لكن هناك نظرات امنيه عميقه لبعض المباريات اللي طرفيها ربما لدى الامن اسباب لعدم دخول الجماهير. مش عايز افسر اكتر من كده. يعني المفروض ان احنا اما الامن بيقول حاجه نتناقش في الغرف المغلقه، بكلم مجلس اداره النادي الاهلي اللي ما زال مجتمع حتى هذه اللحظه وشدد الدنيا معاه. انا يا سيدي مش ضد ان انت تداعب جماهيرك وتحسسهم ان انت بتعمل المستحيل عشان خاطرهم، يا سيدي ماشي، بس الحقيقه مداعبتهم الحقيقيه هي احراز النتائج الايجابيه، هذه هي المداعبه الحقيقيه يعني، مش حضور او عدم حضور. لكن والله احنا زيكم مهتمين جدا بحضور الجماهير، لان دايما بنقول الجماهير هي روح المباريات وهي اللي بتدينا احساس حقيقي، واحنا حتى لما بنعلق كمعلقين على اي مباراه بدون جمهور بدون اصوات بنبقى احنا نفسنا متضايقين ومتضررين جدا. طبعا طبعا، والجمهور هو روح وحياه المباريات طبعا برضه. لكن اذا ذهبنا في اتجاه الامن، والامن عنده نظره ثاقبه، عنده نظره ثاقبه، بيشوف من كتر الخبرات المتراكمه عند رجال الامن المحترمين اللي بيضحوا كل يوم بارواحهم عشان كلنا نقعد في بيوتنا نايمين ونصحى مستريحين ونتجول بسياراتنا آمنين حتى الساعات الأولى من فجر كل يوم. هذا الأمن لابد أن احنا نعطيه الثقة الكاملة فيما يقول وفيما يقرر، هو بيشوف أكتر مننا. الأمن مش ضد الأهلي أبدا ولا ضد أي نادي، لكن الأمن يرى، وعندما يرى الأمن فعلينا أن نلتزم مقاعدنا. إذا رأى الأمن أمر ما فعلينا أن نلتزم مقاعدنا. ما بقولكش ما تتناقش، اتناقش، ولكن في الغرف المغلقة، في الغرف المغلقة. أما وإن أنت تطلع تحط بيان ورا منه بيان ورا منه اجتماع ساعتين تلاتة ورا منه إشاعات تطلع يمين وشمال ومجلس طارئ حكاية ورواية، أنت تلعب على مشاعر الجماهير. يا سيدي والله عارفين إن أنت بتحب الجمهور، والله الجمهور عارف إن أنت بتحبهم، وأكرر تاني حبهم أكتر بالنتائج، بالنتائج. لكن لا مانع إن أنت عايز تصدر إحساس للجماهير إن أنت بتدافع عن حقهم، تمام، كلنا متأكدين مليون المية. لكن هكرر مرة تانية، عندما يتعلق الأمر بأمن البلد ولهم رؤية، جهاز الأمن له رؤية في الغرف المغلقة، خد ودي، خد ودي في الغرف المغلقة، خد ودي. طب 3500 والناحية التانية في 500، طب لو حصل مش عارف ايه، طب اصل في مشاعر شوية متأججة بين الجماهير هنا والجماهير هنا لأمور سابقة انتهت وخلصنا منها على كل الأحوال يعني. لكن ربما الأمن هيقول لك كده، ربما يكون في حساسيات شوية لأنه ده وجاب ده هيجيب ال 500 بتوعه مش عارف ايه بتاع. وبعدين بترو سبورت غير برج العرب، برج العرب ما شاء الله ملعب كبير 83 أو تاني قد كده، البيت جنب الجامع. الأمن شايف أكتر مننا، خد ودي معاه في الكواليس. ممكن يقول لك في الأول هنبحث، طب حاضر، طب كذا كذا، وبعدين لما يعود لأجهزته المتخصصة يقولوا له بلاش تحسبا لا قدر الله ألف بعد الشر تحصل مشكلة بين الجماهير، نرجع لنقطة الصفر من جديد، كلنا كلنا نرجع لنقطة الصفر من جديد. لمصلحة مين؟ لمصلحة مين؟ هذا سؤال بوجهه لمجلس إدارة النادي الأهلي المحترم،
بقيادة رئيسه المحترم الكابتن محمود الخطيب لمصلحة مين؟ لمصلحة مين نعرض ولادنا لا قدر الله ألف بعد الشر؟ أنا عارف بإذن الله مش حاجة من دي هتحصل، لكن نحن نعلم مش هنحط راسنا في الرملة، مش هنحط راسنا في الرملة. نعلم أنه كانت هناك حساسيات بين رئيس النادي هنا ومالك النادي هنا، نتكلم بصراحة، نتكلم بصراحة، مش هندفن راسنا في الرمل، لأن كل الناس عارفة اللي أنا بقوله، بس إيه يعني في وضوح. في ناس تانية إيه ما توضحش، أنا بوضح. كلنا نعلم أن هناك كان هناك بعض الحساسيات، برغم أن أنا قلت قبل كده في تعليقي على أحد المباريات بعد الأزمة دي، قلت عمر الدوفر ما يطلع من اللحم والاثنين والدنيا كلها يرجعوا يلتحموا مع بعض إخوات وأصدقاء. والحكام على فكرة تم إعلان أسمائهم، واتحاد الكرة أعلن دلوقتي 5 حكام أجانب، طاقم صربي للزمالك والإسماعيلي، وطاقم آخر وطاقم كرواتي للأهلي، والحكام جم والدنيا زي الفل. وبعد شوية أقول لكم أسمائهم، مش هتعرفوه، ما يهمش. طيب، إذا الأمن ربما يعني متوجس إن لا قدر الله بعد شر أحداث المباراة بشكل أو بآخر حكام أجانب موجودين تمشي في سكة معينة. ما دي كورة بقى، ما أنتش ضامن حاجة، حد ضامن حاجة في الكورة؟ حدش ضامن. هو حد كان يقول الأهلي يتغلب 5-0؟ لا يمكن ولا في الأحلام. فالكورة ما فيش فيها شيء مضمون. لا قدر الله 1000 مليون بعد الشر سير المباراة حصل فيه أمر ما، أنا ما أعرفش إيه الأمر ما ده اللي يحصل، ما أعرفش. حد جاب جونين والتاني جاب 3، بأي حاجة، أي حاجة يعني. كرة أوفسايد اتحسبت جون مش هبرام لحكام، ما تضمنش. حصل احتكاك في الملعب، حد مسك في حد، تضمن حاجة؟ اللي أنا بقوله ده كله، هل حضرتك تضمن عدم حدوثه؟ دي كرة قدم. جمهور قال كلمة من هنا، الجمهور التاني قال كلمة من هنا، مع خلفيات قديمة إن شاء الله تكون انتهت من الأذهان، لكن خلينا نقول مع خلفيات قديمة ممكن يحدث ما لا يحمد عقباه. هذه هي الوجهة الأمنية، أتصور هذا. أنا ما عادش مع حد عشان أسأله، لكن أنا أتصور إن هو ده السبب، لا أكثر ولا أقل، لا أكثر ولا أقل، عشان مش كل واحد يحمل الأمور في اتجاه تاني. أصل الزمالك جاله، أصل مش عارف إيه، دي قصة تانية. هو أنا ما بقى يعني أقول لكم حاجة، أنا الظباط اللي بقابلهم 99% منهم أهلاوي، يعني أعرف مثلا 15 20 ظابط عن قرب 99% منهم أهلاوي، باي ذا واي يعني، باي ذا واي. بقول الكلام ده ليه؟ يعني مما يعني إن لا يمكن إطلاقا الأمن في نظر قصير النظر يكون واخد موقف من النادي الأهلي. ليه؟ ده النادي الاهلي ده عم الناس بالبطولات وبالارقام، مش بحاجه تانية، بالبطولات والارقام الاهلي هو عم الناس. اي حد يزعل بقى، انا بتكلم بالارقام والبطولات، بالارقام والبطولات الاهلي عم الناس، تمام. فرفقا ببلدنا يا شباب، بكلم مجلس اداره النادي الاهلي، رفقا بالوطن على مهلكه شويه، وبلاش اللعب من فضلكم على أوتار الجماهير. لعب على وتر الجمهور عمل لنا بلاوي سودة، بلاوي سودة. وشفنا أمور ما يمكن أن تحدث في الرياضة بشكل عام، وشفنا ناس هنا وناس هنا وناس هنا. كفانا في هذا الاتجاه، وما يبقاش رجال الدولة هم اللي بيزكوا هذا الأمر، أقصد بيهم مجالس إدارات الأندية. مش هتكلم أكتر من كده، لأن كلامي واضح جدا ومفهوم جدا ومؤكد. بمجرد ما ينتهي مجلس إدارة النادي الأهلي المحترم، اللي أنا متأكد إن هم ناس كلهم رجال دولة ويعلموا قيمة النادي الأهلي في نظر جماهيره الكبيرة الغفيرة، ولن يتلاعبوا ابدا بمشاعر الجماهير، انا متاكد من ده. لكن على كل الاحوال من المؤكد هيكون في بيان اخير، اتصور ان البيان سيصدر
في اتجاه واحد ملوش تاني على الإطلاق، وهو حفاظا على أمن الوطن و و و و وتضامنا مع رؤية الأمن وكذا وكذا وكذا، سنخوض المباراة كذا كذا كذا، خلاص انتهينا. وربما يكون في اتفاق حصل مع الأمن بشكل أو بآخر بأعداد رمزية، جايز جايز الله أعلم. لكن في كل الأحوال المباراة ستقام لا محال لا محال، وهقول لحضراتكم بمجرد ما ينتهي المجلس مباشرة. حوار آخر ولكن بعد الفاصل. ان شاء الله الاهلي هيكسب، الاهلي هيكسب 3-1. والزمالك والاسماعيلي؟ ان شاء الله الاسماعيلي هيعمل حاجه وهيتعادلوا ان شاء الله. مين بطل الدوري السنه دي؟ الاهلي. الماتش الزمالك والاسماعيلي احنا بنفضل بنقول يا رب يبقى تعادل. طيب بس لا. اهم حاجه عندنا يبقى الكوره تنفع، الكوره المصريه يبقى في تحدي في الماتش يعني. الاهلي وبيراميدز؟ الاهلي وبيراميدز ربنا يستر بقى، هو كده الاهلي على مستوى ده كده يخوفنا قوي يعني. يخسر ولا يكسب؟ على المستوى اللي هو فيه ده يخسر. يخسر؟ اه. يخسر 1-0. جاب. مين بطل الدوري السنة دي؟ لا الأهلي، الأهلي. الزمالك يكسب 2-0 إن شاء الله. والأهلي وبيراميدز؟ لا بيراميدز يغلب 2-0 برضه. أه طبعًا. ليه؟ لا بيراميدز أقوى. مين بطل الدوري السنة دي؟ الزمالك، فرق نقطة. الأهلي يكسب 2-0. مين اللي هيتألق في الماتش ده؟ رمضان صبحي وحسين الشحات. مين ياخد الدوري السنة دي؟ الأهلي. الزمالك. يكسب كام؟ 2-1. الأهلي وبيراميدز مين يكسب؟ لا أتوقع لازم الأهلي. أنت لازم. اه لا لا لازم. مين بطل الدوري السنه دي؟ بطل الدوري انا اهلاوي بس افضل ان يكون الزمالك بصراحه. ماتش ان شاء الله يكون لصالح النادي الاهلي، نظرا ان النادي الاهلي دلوقتي في افضل حالاته في الدوري ده. الزمالك الاسماعيلي الزمالك هيكسب. هيكسب. ايوه. مين بطل الدوري السنه دي؟ الاهلي ان شاء الله. ان شاء الله الاهلي باذن الله، لان الاهلي الماتشات اللي اتغلب فيها في الدور الاول سواء كان بيراميدز سواء كان الاتحاد السكندري، فبيجي في الدور الثاني غالبا بيعوض، وشفنا ده في الاتحاد السكندري والمقاولين ان شاء الله الماتش جاي. فغالبا الاهلي في الماتشات الكبيره بيكون متواجد يعني. الزمالك والاسماعيلي مين يكسب؟ والله هو انا كاهلاوي اتمنى الاسماعيلي طبعا، لكن بامكانيات الزمالك اتوقع الزمالك يكسب طبعا. مين بطل الدوري السنه دي؟ والله الاهلي ان شاء الله، الاهلي لما بيمسك في الصداره ما بينزلش باذن الله. اهلي. يكسب كام؟ 2-0. مين يتالق من النادي الاهلي في الماتش ده؟ يتألق ممكن أزارو ومحمد هاني. إن شاء الله الرحمن الأهلي. إن شاء الله. الزمالك والإسماعيلي مين اللي يكسب؟ تعادل. تعادل. مين بطل الدوري السنة دي؟ إن شاء الله الأهلي. إن شاء الله الأهلي 3-1. 3-1. إن شاء الله. مين يتألق من الأهلي في الماتش ده؟ إن شاء الله كابتن أزارو هيجيب جونين. تمام. بإذن الله، والشحات هيجيب جون. الزمالك والاسماعيلي مين اللي يكسب؟ توقعاتك ايه؟ ان شاء الله ان شاء الله انا اتمنى ان الاسماعيلي يكسب. لكن توقعاتك؟ يعني توقعاتي ان الماتش هيخلص 1-0 للزمالك. مين بطل الدوري السنه دي؟ ان شاء الله الاهلي باذن الله. الزمالك يكسب. يكسب كام؟ يكسب 2-1. توقعاتك الماتش الاهلي وبيراميدز؟ تعادل. تعادل. مين بطل الدوري السنه دي؟ الزمالك ولا الاهلي ولا بيراميدز؟ الزمالك. ان شاء الله الاهلي هيكسب. يكسب كام؟ ان شاء الله 2-0. مين اللي هيجيب لي وليد ازارو ممكن وناصر ماهر. الزمالك. الزمالك هيكسب. مين بطل الدوري السنه دي؟ الاهلي ان شاء الله. متوقعك ولا تمنيك؟ لا توقعي. امنياتي طبعا الاسماعيلي يكسب. تمام. اعتقد الماتش ده درو يعني. ما طب والاهلي وبيراميدز؟ لا هنكسب بيراميدز. كام؟ هنكسب بيراميدز 2-0. مين هيجيب لي جوان؟ اجاي ووليد ازارو. الاهلي. هنكسب كام؟ 2-0. مين اللي يجيب لي جوان؟ سوليه واجاي. الزمالك والاسماعيلي مين اللي يكسب؟ تعادل. تعادل. مين بطل الدوري السنه دي؟ الاهلي. الاهلي ان شاء الله احتمال هيكسب ان شاء الله. يكسب كام؟ هيكسب 1 أو 2-0 ان شاء الله. ماتش الزمالك والاسماعيلي؟ لا الزمالك هيكسب برضه، هيكسب 1-0. مين بطل الدوري السنه دي؟ الاهلي ان شاء الله. اعلنت لجنه الحكام بالاتحاد المصري لكره القدم اسماء حكام الغد. فيما يتعلق بالاسماعيلي والزمالك وطاقم صربي زي ما انا قلت من شويه بقياده نوفاك سيموريتش
ويعينه دراجون بوجي وسيفنتوزر جنين وبيونس جوراجيتش حكما رابعا. الأهلي وبيراميدز طاقم حكام كرواتي بقيادة إيفان بيبيك يعاونوا إيفيكا مودريتش، جوران بيريكا، توهومن بيجيا حكما رابعا. دول حكام لقائي الغد المهمين جدا جدا جدا. قائمة النادي الأهلي للقاء بيراميدز. طبعا رمضان صبحي مصاب، سيغيب مع الأسف عن الفريق، والكلام إن هو هيغيب 4 مباريات كاملة لحين التعافي. مليون سلام عليك يا رمضان. عادل أنجولي جيرالدو للظهور في قائمة الأهلي بعد غياب طبعا عن مباراة مصر المقاصة السابقة للإيقاف. أيضا التونسي علي معلول اللي غاب أيضا في مواجهة المقاصة لسابق حصوله على 3 انذارات. القائمة كالآتي: حراسة المرمى محمد الشناوي، علي لطفي في الدفاع، أحمد فتحي، رامي ربيعة، ياسر إبراهيم، أيمن أشرف، محمود وحيد، علي معلول في الوسط، عمرو السولية، حسام عاشور، حمدي فتحي، جيرالدو، حسين الشحات، صالح جمعة، ناصر ماهر، وفي الهجوم وليد أزارو، جونيور أجاي، مروان محسن. بكده يبقى بيغيب على الأهلي محمد هاني للإيقاف، صلاح محسن، رمضان صبحي للإصابة. كلنا عارفين أن الأهلي يتصدر الدوري العام برصيد 58 نقطة، بينما بيراميدز بيحتل المركز الثالث برصيد 57 نقطة. ده فيما يتعلق بالمباراة. طيب، خرج الأستاذ شريف فؤاد وهو المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، قال المباراة مقامة غدا وبجمهور بعد إجراء اتصالات مع جهات الأمن. شيء عظيم جميل. كل ده كان نعمله بقى في الكواليس، شيء جميل. جمهور قد إيه هو ما قالش، لكن مش مشكلة، حتى لو وافقوا على أي عدد أوكي. في النهاية نمشي مع البلد، في النهاية نمشي مع البلد. حصل اتصالات، طلع السيد شريف فؤاد المتحدث الرسمي باسم النادي الأهلي، قال المباراة مقامة غدا، وأنا قلت لحضراتكم مليون المية هتتلعب، ما ينقصوش واحد، ما ينقصوش واحد. وقال إن حصل اتصالات بالأمن والمباراة بحضور جماهيري، ولكنه لم يفصح عن عدد الحضور الجماهيري. ما يهمش، زي ما يكون. طلعوا 500، طلعوا 1000، طلعوا 2000، طلعوا 3، طلع 3500 في الأوضاع الطبيعية وفقا للائحة اللي صدرت، زي ما يكون. المهم مشكلة انتهت، وهي زوبعة في فنجان. في نهاية الأمر هي مباراة بين فريقين في الدوري المصري، وفي الملعب 22 لاعب، مجموعة من الأصدقاء، وفي النهاية كل فريق بيدافع عن ألوان التيشيرت بتاعه حتى يصعد إلى المكانة التي يتمنى أن يكون فيها. مباراة حلوة، وهلق لكم عليها بإذن الله بكرة، ويا رب تطلع جميلة عشان نحاول نمتعكم بإذن الله بالمباراة، وفي النهاية كلنا مع بعض أصدقاء، وهي مباراة لابد أن تكون مكتملة الروح الرياضية، سواء على أرض الملعب أو بين الجماهير اللي هتحضر أو حتى اللي هتشاهد النايل سبورت أكيد طبعا عبر الأثير. برضو خبر جميل للنادي الأهلي أنه الكرة الطايرة في النادي الأهلي بطلا للدوري للمرة 30 في تاريخ، تانية على التوالي بعد ما فاز على طلائع الجيش بنتيجة 3-0. دي أخبار النادي الأهلي. نروح سريعا لأخبار نادي الزمالك. نادي الزمالك وقائمته. نادي الزمالك كمان مباراته بكرة مهمة جدا جدا جدا، مباراة مصيرية في رأيي. يعني أنا في رأيي بكرة، أي نعم لسه في 5 مباريات، لكن مباريات الغد دي لأنها مع فرق، يعني بيراميدز بينافس، الإسماعيلي بيحاول، لكن في كل الأحوال الزمالك ما يملكش رفاهية فقدان النقاط، وأتصور أيضا الأهلي لا يملك رفاهية فقدان النقاط. ومن هذه الزاوية المباراتين هيبقوا في منتهى القوة والجمال.
فيما يتعلق بقائمة نادي الزمالك. طبعا في غيابات، الزمالك بكرة ما عندوش باك رايت، حمدي النقاز انذار ثالث، حازم إمام إصابة، هيوظفوا أكيد لاعب من لعيبة الوسط كويسين هيبقى هو باك رايت. وبالمناسبة ظهر محمد حسن في قائمة الزمالك لهذه المباراة، وعاد أيمن حفني أيضا للظهور في قائمة فريقه. قائمة كالآتي، طبعا فرجاني الساسي كلنا عارفين أنه هو مصاب، قالوا أن كهربا مصاب عنده شد في العضلة الأمامية، لكن تأكد وجوده بإذن الله بكرة. حراسة المرمى محمود جنش وعماد السيد، في الدفاع محمود علاء، محمد عبد الغني، محمد عبد السلام، عبد الله جمعة، بهاء مجدي. في الوسط طارق حامد، محمود عبد العزيز، محمد حسن، محمد عنتر، إبراهيم حسن، أحمد سيد زيزو، أيمن حفني، يوسف أوباما، محمد إبراهيم. وفي الهجوم خالد بوطيب وحميد أحداد وعمر السعيد. طيب، متحدث باسم النادي الأهلي الأستاذ شريف فؤاد. يا مساء الأنوار يا أستاذ شريف. مساء الأنوار يا كابتن مدحت، تحياتي لحضرتك ولمشاهديك الكرام ولقناة النيل الرياضة والتلفزيون المصري العظيم، أحيا حضرتك وكل مشاهديك، أهلا وسهلا. أهلا بك يا شريف بيه. عايزين نعرف يعني نتائج الاجتماع بتاع مجلس الإدارة. والله كابتن الحمد لله هو كان اجتماع مطول وشاهد يعني أجواء إيجابية، وحصلت أثناء الاجتماع اتصالات مهمة بين الكابتن محمود الخطيب وبين المسؤولين في الدولة المصرية سواء في الأجهزة الأمنية أو في اتحاد كرة القدم. يعني كان في أقدر أقول لحضرتك اجتماع موازي، يعني كان بيغلفوا الرغبة الحقيقية من جميع الأطراف في الخروج يعني بهذه الأزمة، إن جاز لنا أن نسميها أزمة، إلى بر الأمان. وفي النهاية تقرر إقامة المباراة إن شاء الله غدا بحضور جماهيري، يعني عملا بمبدأ تكافؤ الفرص، وأنا بنتهز الفرصة وأنا مع حضرتك، ودايما بتكون أصوات يعني بتنادي إلى الحفاظ على القيم والمثل والتشجيع الرياضي. وأنا عارف أن جمهور النادي الأهلي قدم يعني مبادرة عظيمة في مباراة سان داونز الأخيرة، كان في تعاون كامل مع الأجهزة الشرطية، وقلنا أنه هذه بداية مهمة نبني عليها الحقيقة، لأنه الملاعب المصرية تستحق أن تمتلئ بآلاف المشجعين وتعج بالحياة لتستمر مسيرة النهضة الحقيقة اللي الوطن بيحياها في هذا التوقيت. فكان في الحقيقة تعاون كامل، وكابتن محمود الخطيب ومجلس إدارته كانوا حريصين الحقيقة على إعلاء فكرة الحفاظ على حقوق النادي الأهلي، وفي نفس الوقت التعاون مع الدولة المصرية في هذه الفترة اللي بنعيشها أيضا بهدف الحفاظ على بطولة كرة القدم أو بطولة الدوري، والتعاون مع جميع عناصر المنظومة الرياضية للخروج إلى بر الأمان. فأنا منتهز الفرصة كابتن مدحت، وبشكر الحقيقة يعني كل أجهزة الدولة واتحاد كرة القدم والنادي الأهلي وجمهوره اللي كان متمسك بحقه ومجلس إدارته اللي كان عنده حسن الظن بيه. يعني طيب شريف بيه، فيما يتعلق بالحضور الجماهيري اتفقتم على الأعداد؟ يعني الأمور فيما يتعلق بالأعداد مش واضحة، لكن هيكون في إطار المتفق عليه والضوابط اللي تم وضعها في بداية الموسم في الاجتماع اللي حضرتك عارفه وكابتن مدحت في حضور الأجهزة الأمنية وزير الشباب إلى ذلك. يعني مش هيكون في خلاف على النقطة دي، المهم المباراة بحضور جماهيري. يعني طيب الحضور بقى هيبقوا بدعوات من النادي؟ المفترض أن التذاكر الحقيقة كانت بيتم طباعتها، وفي تعاون كامل دلوقتي مع مباحث الأموال العامة يعني أو الجهة المختصة بطباعة هذه الدعوات واعتمادها واتحاد الكورة. إذا الحقيقة الوقت يعني سرق الجميع وما قدرناش، هيكون من خلال كشوف اتحاد الكورة طبعا هيرسلها، وباقي الدعاوي توزع غدا بإذن الله إن شاء الله. شكرا جزيلا يا شريف بيه على المداخلة، أشكرك. أشكرك. شكرا. شكرا جزيلا. خلاص زي ما قلنا لحضراتكم المباراة كانت ستقام. شكرا جزيلا لمجلس إدارة النادي الأهلي، شكرا كابتن محمود الخطيب، شكرا لجهاز الأمن المحترم، تم الاتفاق على أعداد ما زي ما تكون، زي ما تكون. المهم أنه يعني زي ما قال شريف بيه فؤاد المتحدث المحترم باسم النادي الأهلي أنه يعني أزمة وما هيش أزمة. أنا بقول هي مش أزمة، لكن كان لو تمت كنت أفضل أن تتم كل هذه الأمور في الغرف المغلقة، حتى لو
حب النادي الاهلي يضغط بعدم وجوده في الدوري، طبعا عمرها ما هتحصل يعني، او ان هو مش هيلعب بدون او الى اخره، كان يمكن ان يمارس هذا الضغط ايضا في الغرف المغلقه جدا جدا جدا، لكن في النهايه الحمد لله. طيب خلاص، قلت لحضراتكم قائمه نادي الزمالك. نادي الزمالك زي ما احنا عارفين بيحتل المركز الثاني خلفا للنادي الاهلي بفارق نقطه واحده، هي لعبه سباق الكراسي الموسيقي. النهارده الاهلي فارق بنقطه فوق زياده، يعني يهمه يبقوا اربعه لو اتغلب الزمالك. الزمالك يهمه ان هو يركب الدوري بنقطتين لو اتغلب الاهلي تحت شعار مصائب قوم عند قوم فوائده، لكن من سيحدد هذه الفروق هم اللاعبين على ارضيه الملعب. ده فيما يتعلق بنادي الزمالك. نروح بعد كده، عايز اتاكد بس على حضراتكم انه ساسي زي ما انتم عارفين اجرى عمليه جراحيه ناجحه بفضل الله الحمد لله يا رب، ولكن وفقا لمصادر الاتحاد التونسي ان موسم فرجاني ساسي مع نادي الزمالك قد انتهى. خلاص هو كده وفقا لكلامهم موسم لعبه مع نادي الزمالك هذا الموسم خلاص خلص. هم هيجهزوه طبعا لامم افريقيا لانه لعيب مهم جدا جدا في امم افريقيا. عندنا تسجيل اذاعه طبعا على كل المواقع لفرجاني ساسي، نطمن عليه. مليون سلام عليك يا فرجاني. النهاردة الحقيقة في خبر خرج من وكالة آس الإسبانية عمل بلبلة في الشارع المصري الرياضي الكروي، لأنه كلنا محمد صلاح بصراحة شايفينه في ليفربول متألق وحاجة جميلة وكلنا بنتابعه الحكاية والرواية. فجأة وكالة آس الإسبانية وهي أشهر وكالة موجودة في إسبانيا طلعت وقالت انه صلاح يطلب الرحيل رسميا من ليفربول بعد مشاده قويه وعنيفه مع مديره الفني يورجن كلوب بعد نهايه المباراه السابقه. واكدت هذه الوكاله ان مصادرها من داخل اروقه نادي ليفربول. اس وكاله كبيره، ولما تقول حاجه لازم يعني لازم هتبقى متاكده منها، لانه من الوكالات اللي ليها مصداقيه عاليه بشكل عام في الشارع الكروي العالمي بشكل عام. ولكن يبدو هذه المرة أن هي قلشت قلشة كبيرة جدا، لأنه طلع على طول المتحدث باسم نادي ليفربول وقال بالحرف الواحد غير معقول على الإطلاق ما صرحت به وكالة آس. نحن لدينا اليوم مباراة أمام بورتو وجميعنا في قمة تركيزه، فلتحظوا بيوم جيد. وقال انه وفقا لآس قالت انه مالك ليفربول او ملاك ليفربول حاولوا التدخل لحل المشكله بين صلاح وكلوب مع منح النجم المصري وعود للسماح له بالرحيل حال اصراره مع نهايه الموسم. علق ايضا المتحدث وقال هذا الامر لم يحدث على الاطلاق، وملاك أو مالك نادي ليفربول لم يتحدث في هذا الإطار إطلاقا. طبعا رامي عباس وكيل محمد صلاح ده راجل ما بيسكتش، يعني عارفينه حتى في مشكلته مع اتحاد الكرة وخطاباته الصعبة قوي، قال لفظ ما أقدرش أقوله على وكالة آس، ما ينفعش أن أنا أقوله يعني، لكن قال لفظ صعب قوي قوي، وتبعه بجملة قال فيها آس تحتاج مصادر أفضل، وقال إنه صلاح مستمر مع ليفربول بشكل طبيعي للغاية، ونحن قد جددنا عقدنا ولا يوجد على الإطلاق ما يشير إلى ما أشارت لي هذه الوكالة نقط. الأجمل بقى من كل ده إن النهاردة مجلة تايم الأمريكية واحدة من أكبر طبعا وأشهر المجلات على مستوى العالم حطت محمد صلاح ضمن أفضل 100 شخصية في العالم تأثيرا على العالم. يا خبر أبيض، تخيلوا بقى، تخيلوا أن صلاح ضمن قائمة أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم، حطوا معاها أو حطوا معاه في القائمة أسماء جبار. خليني الأول أقول لكم سكاي سبورتس
قالت لاعب ليفربول محمد صلاح ضمن أكثر 100 شخصية مؤثرة. وان فوتبول قالت محمد صلاح اختير كأحد أكثر 100 شخصية مؤثرة في مجلة تايمز. البي بي سي قالت محمد صلاح يصنف كأحد أكثر 100 شخصية مؤثرة في العالم. ذا سان كلها طبعا مجلات قوية جدا في انجلترا قالت مو صلاح يصنف كأكثر 100 شخصية مؤثرة في مجلة التايمز جنبا إلى جنب مع تايجر وودز وليبرون جيمس. واضيف لكم كمان أسماء تانية، رئيسة وزراء نيوزيلندا اللي طلعت بعد الحادث الأليم بتاع الاستشهاد مجموعة المصلين في صلاة الجمعة اللي قدام حضراتكم ولبست الحجاب وقفت قدام الدنيا كلها، دي من ضمن أهم 100 شخصية مؤثرة في العالم. طبعا الشيخ محمد بن زايد حاجة من الشخصيات العظيمة جدا. رامي مالك طبعا اللي واخد الأوسكار، المصري اللي واخد الأوسكار، أيضا واحد من أهم 100 شخصية مؤثرة في العالم. ميشيل أوباما زوجة طبعا أوباما، الرئيس أوباما الرئيس السابق، أيضا موجودة ضمن هذه الشخصيات. مارك زوكربيرج مؤسس طبعا الفيسبوك، واحد من أهم الشخصيات المؤثرة، وغيرهم الحقيقة كثير. لكن كون إن محمد صلاح يا جماعة يبقى واحد من أهم 100 شخصية مؤثرة في العالم، حاطينه جنب الرؤساء وجنب المؤسسين الكبار وجنب وجنب وجنب، ده شيء لازم كلنا نفخر به فخر ما بعده فخر، ما بعده فخر. صلاح كان له حديث النهاردة قال فيه كلام جميل قوي، قال أن أكون أول مصري يصل لهذه المكانة ولم يقم أحد بذلك من قبل، إنه شيء مختلف. بيتكلم على حكاية أنه هو واحد من 100 شخصية. وقال العرب يشعرون بأنني مثل ابنهم، فعلا والله يا صلاح. وقال ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة، قال أعتقد أننا بحاجة إلى تغيير الطريقة التي نعامل بها المرأة في ثقافتنا، وهذا ليس اختياريا، أنا أؤيد المرأة أكثر مما فعلت من قبل لأنني أشعر أنها تستحق أكثر مما يتوفر لها الآن في الوقت الحالي. كلام جميل ومحترم وحاجة بصراحة تدعو إلى الفخر والفخار. فعلا صلاح فخر العرب زي ما أطلق عليه أحد المعلقين حقيقة يعني. الحاج عامر حسين، طيب نروح للوكالة. بس هو الحاج عامر حسين قال جملة واحدة، قال إنه إحنا طلبنا استضافة برج العرب لمباراة الزمالك الإفريقية القادمة. نتمنى يا رب إن شاء الله طبعا إنه يعني أصدقائنا في برج العرب في استاد الجيش في برج العرب، هما بيزعلوا قوي على فكرة لما بنقول استاد برج العرب، هو استاد الجيش في برج العرب، تمام. فنتمنى إن هما يوافقوا بعد المظهر الرائع للملعب في مباراة الأهلي وصن داونز. معي مدير الاستاد المحترم الأستاذ شريف سعد. أهلا أستاذ شريف. أهلا بيك كابتن مدحت، وأهلا بمنيل الرياضة فندم. يا رب يخليك. يعني أنا كلمت عن هذا السور وعرقته وجماله، لماذا تم تشويهه يا أستاذ شريف؟ لا هو يا فندم في يعني اسمح لي حضرتك، بس هي مش نقطة تشويه، هي السور الاستاد ده فيه قطعتين، في جزئين، جزء هو اصلا كان اصلا جزء ماده المحاره من الاول، ده المواجه لنقطه الرمض اللي شارع الرمض ده، الشركه المنفذه قامت بدهانه زي ما هو، ما حصلش فيه اي تعديل، يعني مش هو كان حجر واحنا قلبناه محاره، هي زي ما هي تم معالجتها. الجزء الثاني اللي هو الحجر الاساسي اللي موجود اصلا من زمان، الجزء ده الدكتور عبد العزيز كنسوه محافظ اسكندريه كلف لجنه التراث، ولسه كان امبارح اللجنه عندي برئاسه رئيس اللجنه الدكتور مجدي، وطلب من الشركه المنفذه نوع معين من الدهان للحجر اللي بيتعالج بيه الحجر ده، والشركه استجابت وهتنفذ بالطلبات اللي شرطت لجنه التراث، ودي اعلى لجنه موجوده في اسكندريه للحفاظ على التراث، لان احنا كلنا يعني استاذ اسكندريه ده تراث، فكلنا لازم نحافظ عليه. طب بس عايز اقول حاجه يا استاذ شريف، انا الصور اللي قدامي ولو كان قدام حضرتك تلفزيون تقدر تشوفها،
دي معمول عليها طبقه اسمنت زي المحاره يعني، وفي جزء منها واخد بويه بيضة يعني. انا مش شايف الاحمر ها؟ انا شايف الصوره قدامك ده اصلا جزء اصلا ما كانش طوب واحنا قلبناه يا فندم. لا دي كان طوب احمر. الجزء اللي فوق الجزء اللي فوق اصلا ما كانش طوب، هو جزء دهان عادي. لا 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 في جزء احمر، في جزء طوب احمر قدامنا شايف بيه اهو. لا يا فندم ده مش طوب، ده دهان. معلش ده يا دهان مش 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 طوب احمر. طب هل دي ما كانتش مكسيه بالطوب الاحمر؟ لا يا فندم، لا يا فندم ما حضرش اي تعديل في السور، السور ده تراث وفي مجلد التراث لا ما حدش فينا يقدر يعدل فيه. بس انا عمري ما شفت سور عليه ابيض، كان كله احمر. يا فندم ده مش ابيض، ده يعني المعقول. طب بص، طب بص حضرتك، الطوب قبل الماده الحمراء نفسها ما اتحط تاني نفس الماده اللي كانت موجوده قبل كده. يعني اللي قدامنا ده محطوط عليه كان احمر ومحطوط عليه قدام حضرتك ده. ايوه يا فندم. انت شايفه حضرتك قدامك اهو. انا شايف دلوقتي ده اللي موجود ده دلوقتي. بص حضرتك في جزئين في الصوره، في جزء ابيض اهو. ده جزء ده اصلا كان محاره من الاول. محاره من الاول؟ من الاول قبل ما يكون في التعديل. انا هبعت لحضرتك صور تعرضها بكره، الجزء ده كان شكله ازاي قبل ما يتعمل دلوقتي كده. طب والجزء الاولاني ده الطوب زي حضرتك بتقول، ده الطوب زي ما حضرتك شفته كده، ده اللي لجنه التراث طلبت نوع معين من البويه للحجر ده اللي موجود. يعني معنى كده يا شيخ بيه السور هيبقى جزء فيه طوب احمر وجزء ابيض؟ لا يا فندم، الجزء اللي هو الابيض ده اللي هو كان محرم من الاول ده في مقترح ان يتعمل عليه صور الجرافيتي، صور الافريقيه. صور الافريقيه؟ صور افريقيه، في صور دلوقتي الشركه المنافذه مجهزاها تعمل رسومات عن افريقيا، ان هي زي حضرتك شايف كده ان هي مش طوب اساسا، فاحنا عايزين نستغلها في شيء جمالي عن البطوله، يعبر عن البطوله. يعني حضرتك بتؤكد يا شيف بيه انه المكان ده ما كانش من الحجاره القديمه اللي احنا عارفينها؟ لا يا فندم، محدش يجرؤ يغير الحجاره دي بحاجه زي كده ابدا، ومحدش هيسمح بالكلام ده في اسكندريه، اي تنفيذي لا المحافظ ولا اي حد هيسمح بتعديل الجزء التاريخي ده من السور يا فندم. وانا هبعت لحضرتك بعد اذن حضرتك، انا هبعت لحضرتك صور بكره للجزئيه دي تعرضها حضرتك زي ما هي كده بالظبط قبل التعديل نفسه. خلاص ابعتها لي لصديقنا بسام ابو بكر وهنتابعها، وانا بشكرك على اهتمامك يا شيف بيه. والمحافظه كلها يا فندم مهتميه بالاستاد وحوالين الاستاد، يعني النهارده الصبح من الساعه 8 نائب المحافظ والسكرتير عام موجودين لمراجعه وجميع الانجازه التنفيذيه، شركه المياه، شركه الكهرباء، كل الناس موجوده عشان تظهر الشكل الجميل ده. المحافظه دلوقتي بتطور الرصيف نفسه اللي موجود حوالين الاستاد عشان يليق بشكل السور اللي موجود الجديد، مش معقول هيبقى السور جديد وهيبقى البلاط قديم. طيب تمام، شكرا شيف بيه، اشكرك. العفو يا فندم، اشكرك، شكرا جزيلا. شكرا يا كابتن. يعني الحقيقه طبعا بنبقى سعداء، سيد المحافظ طبعا كلف شريف بيه انه يتصل ويوضح، بنشكره. طب بنشكر سيد المحافظ وبنشكر الاستاذ شريف سعد مدير الاستاد، والاستجابه السريعه بتبقى شيء لطيف جدا الحقيقه. والمهم في النهايه بعد ما تنتهي القصه هصورها لكم ونشوف، ومادام في لجنه تراث برئاسه ناس على اعلى مستوى يبقى حاجه جميله، لانه قبل كده برضو الفلاحه المصريه لو تفتكروا تمثال الفلاحه المصريه الشهير جدا ده بالحجاره القديمه، راحوا مش عارف كان موجود في مدخل ايه او حاجه زي كده، راحوا دهنوه، لجنه برضو اسمها لجنه التراث، دهنوه والدنيا اتقلبت ورجع كحتوه تاني ورجعوه لاصله. الحاجات القديمه دي ده تراث لازم نحافظ عليه، ده جمال مصر كله، جمال مصر كله في الحاجات القديمه من ايام، عشان اكون صراحة يعني، من ايام الانجليز وقبل كده يعني. طيب نرجع تاني للوكاله سريعا بقى، ردود الفعل بعد انتصار برشلونه على مانشستر يونايتد بالامس، طبعا كلنا تابعنا المباراه. طبعا ليونيل ميسي خلص تماما على مانشستر يونايتد طبعا، وعندنا مقتطفات صوتيه. هنا بيقول: ليس بوسعك عندما تبلغ هذا المستوى ان ترتكب اخطاء، وتحتاج لاستثمار كل الفرص التي تهيئها. لم نستثمر بدايتنا العظيمه المباراه، واستغل الخصم اول تسديدتين له تجاه المرمى ليسجل هدفين وينهي المباراه. طبعا ده سولشاير طبعا الكوتش بتاع مانشستر يونايتد، الراجل حقيقه رائع للغايه يعني. وعن ليون ميسي قال له: لاعب يتمتع بموهبه متميزه، هو كريستيانو رونالدو افضل لاعبين في العالم طيله العقد الماضي. وانا موافقه جدا طبعا على الكلام. قال: نمر بمرحلة جيدة، لكننا ندرك صعوبة هذه البطولة، فأي أداء سيء لفترة 5 دقائق فقط
قد يسبب لك متاعب جمة. وقال ان احنا عندنا ثقة في انفسنا وان احنا كنا عارفين ان احنا نقابل فريق ممتاز جدا، لا ندري هوية الخصم بعد لكن سيكون غريم عظيم. ده كان كلامه ارنستو فالفيردي مدرب برشلونة. نشوفه حالا. And but as I've said, at the moment we've really really done well to get to the quarters here. We've really done well to get in the challenge for top four. But we have, as I said, I'd like to see who I'm talking to. So we've got a rebuilding job, but it starts with the coach. ده كان سولشاير طبعا المدير الفني اللي حقق نتائج مبهرة الحقيقة مع مانشستر يونايتد عقب توليه المهمة بعد مورينيو. على جانب الاخر فالفيردي طبعا الكوتش بتاع برشلونه ايضا كان له حديث سريع بعد المباراه. قال فيها بدانا بصوره جيده وهاجمنا منطقه الخصم، سنحت لنا بعض الكرات لكن هذه هي كره القدم، هذه مباراه في دوري ابطال اوروبا، اذا ارتكبت فيها خطا ضد فريق مثل برشلونه على ارضه فانت تعرف ما وسع برشلونه عمله. Para eso nos quedan 10 días o 15 días todavía. Nos tenemos que centrar ahora en la liga. مانويل نوير طبعا بيقلل من تحذيرات اعتزاله. يعني قلل حارس طبعا بايرن ميونخ الكبير طبعا نوير من تحذيرات اعتزاله في مؤتمر صحفي غير متوقع. النهارده كان الكلام ده. خرج نوير مصاب بتمزق في العضلات باللقاء اللي انتهى بفوز بايرن باربعة اهداف لهدف بالدوري الالماني على فريق فورتونا دوسلدورف قبل خمس مراحل نهايه الدوري يتصدر بايرن طبعا. قال مزحنا قليلا على هذا الموضوع اللي هو اعتزاله، يعني اعتقد ان هذا المؤتمر تم تنسيقه من قبل وانا قلت اني مستعد لهذا الوقت ولا اريد ان اغضب اي شخص بعدم حضوري للمؤتمر. سألوها ترجع امتى بعد الاصابه؟ قال من الصعب ان انا اقول دلوقتي لكن اعتقد بعد اسبوعين يمكنني ان اتدرب بشكل اكبر. ده كلام نوير. يعني اتصور ان احنا نكتفي بهذا القدر من الوكاله ونروح بقى بسرعه جدا ونشوف انتوا حضراتكم قلتوا ايه عن توقعاتكم للقاء الغد أو لقائي الغد بقى بين الزمالك والإسماعيلي وبين الأهلي وبيراميدز، وناخد آراء حضراتكم حالا. ما شاء الله أعداد كالعادة مهولة. محمد عجوة أبو حماد الشرقية، فوز الزمالك 2-0 وخسارة الأهلي 3-1. طيب مصطفى عصام الديب سماحة أجا أهلية، فوز الاهلي 2-1 وفوز الزمالك 2-0. خالد شوشه بلطيم كفر الشيخ، الزمالك يفوز 3-1 وفوز بيراميدز 2-1. خالد جمعه الفيوم قريه الحميديه، فوز الزمالك 2-0 وهزيمه الاهلي 3-1 ان شاء الله. ده هو اللي بيقول خالد جمعه. عبد الله امين الشريف، سوهاج اخميم، فوز الإسماعيلي 1-0 وفوز الأهلي 2-0. أحمد وزير الكهرباء من أشمون منوفية، أتوقع فوز الإسماعيلي وفوز الأهلي. كريم ناصر شارع الفرشوتي والحج شنودة، الإسماعيلي يفوز 2-1 والأهلي وبيراميدز 1-3 للأهلي. طارق حلمي، تعادل الزمالك والإسماعيلي بدون أهداف وفوز الأهلي على بيراميدز. محمد كامل الرودي قرية الديبة بورسعيد، فوز الزمالك وبيراميدز رغم أني إسماعيلاوي. محمد صابر إيهاب الفيل من الكويت، إسماعيلي وزمالك 1-1 والأهلي بأمر الله يكسب بيراميدز 2-1. أحمد ده خلاص. ميخا الفيوم طمية فانوس، فوز الزمالك 2-0 وهزيمة الأهلي 3-1. كريم من الشرقية مركز أبو حماد، الأهلي يكسب 3-1 والإسماعيلي والزمالك 1-1. محمد وليد محمد سباع الشرقية مركز كفر صقر، فوز النادي الأهلي 2-0 وفوز نادي الزمالك 2-1.
محمد عيد وسامي دبوس واحمد وابو حازم وهاني ابو خليفه اسماعيليه. اسماعيلي هيفوز كالعاده وبيراميدز هيفوز. طيب سالم ابو عوف، عبد الرحمن قريه كفر قورس اشمون منوفيه، فوز الزمالك 3-1 وفوز آل الشيخ تركي 2-0. رمضان ابو الطاهر ريبري من الاقصر قريه الجزيره، زمالك اسماعيلي 1-1، اهلي على بيراميدز 2-1. ابو كمان 5، حماده الزعبلاوي من بني سويف مركز الفشل منشاط ناصر، الزمالك يفوز والاهلي يخسر 5. مصطفى صالح مسعود من دسوق حي الكشله، فوز الاسماعيلي 4-0 وفوز الاهلي 3-0. انا اوشا من المسين مركز الدلنجات بحيره، الزمالك يكسب 2-0 وبيراميدز يكسب 3-0. محمد خالد يوسف موسى عبده من الغربيه قريه الطلبيه مركز كفر الزيات، الاهلي يفوز 3-0 والاسماعيلي يفوز 2-0. دكتور حسن عبد الكريم البطران المحامي، فوز الاهلي 2 وهزيمه الزمالك 1. ايهاب الفيل من الكويت، قلنا خلاص ايهاب. جمال ابو حفني من نجع حمادي قريه زليتم، فوز الاسماعيلي 2-0 على نادي الزمالك وما قالش الاهلي. كابتن هيما ابراهيم انور من الزقازيق الشرقيه، فوز الزمالك 2-1 وتعادل بيراميدز والاهلي 1-1. اخد كمان 2 يا جماعه، معلش والله عندي عدد مهول مهول مهول. عبدو عبيد، ان شاء الله هنشوف ماتشين حلوين بكره، واتوقع فوز الزمالك وتعادل الاهلي وبيراميدز. كريم ابو زكي، فوز الزمالك 4-1 على الاسماعيلي زي ما حصل في كاس السنه اللي فاتت، وفوز بيراميدز على الاهلي 3-0 لعبد الله وكينو وسيفونيتي. اخر واحد خلف الله ابو عبد الرحمن القباشي، فوز الزمالك على الاسماعيلي 2-1 وفوز الاهلي ان شاء الله على الاهرام 2-1. تمام تمام تمام. اشكركم كل اللي بيبعتوا لنا، ونفسي والله واتمنى ان انا اقراكم كلكم، لكن صعب اقرا 5000 كومنت، انما بسعد جدا كالعاده بتعليقاتكم. مع نجوم الزمالك والاسماعيلي القدامى، ولكن بعد الفاصل. من اهم ادوات فوز الزمالك حاليا وثباته في المنافسه في الدوري هو الثبات الاداري والثبات الفني، فثبات جروس كان من العوامل الاساسيه في ثبات مستوى نادي الزمالك، فاتمنى ان هو يستمر ويكمل مسيره النجاح. طب ولاسارتي يرحل ولا يبقى موجود برضه في الاهلي؟ هو لاسارتي جه في اجواء كانت صعبه صراحه، لكن حاليا هو بيعرف يتعامل مع اجواء الدوري العام، لكن في البطولات الافريقيه وخاصه خارج ارضه بحس ان في سنه من الخلل، اعتقد ان دي سبب قله الخبرات او قله الخبره، لانه قلما يعني ان هو ضرب في الشرق الاوسط وما الى ذلك. رحله بس اخر موسم، مش هينفع دلوقتي، مش هينفع دلوقتي عشان ببص للدوري. الاهلي عيد حساباته الموسم الجاي. بقاء طبعا، لو عمل طفره كبيره قوي بعيدا عن السنه اللي السنين اللي فاتت كلها، الزمالك بيأدي احلى فتراته. شايف ان جروس يقعد؟ يقعد ان شاء الله. الموسم الجديد. الموسم الجديد طبعا. طب ولاسارتي؟ لاسارتي لا، الاهلي مختلف قوي عن السنين اللي فاتت، السنه الاهلي اهداؤه اقل شويه السنين اللي فاتت. رحله لا، عشان لو رحل دلوقتي اي مدير فني هيروح، رحل دلوقتي هيبقى بيدمر الفريق، يعني مثلا دلوقتي احنا كان في ناس بتقول مع رحيل رسالتي، رسالتي لو رحل دلوقتي هيدمر الفريق. وجروس برضه لو رحل هيدمر الفريق، عشان هو عامل شغل دلوقتي عالي، لو رحل هتلاقي الفريق اصلا معظمه اتدمر. انا مع بقاء لاسارتي لحد نهايه الموسم ده على الاقل عشان الدوري، اي حاجه دلوقتي هتبوظ الامور كلها. وجروس نفس النظام. كاهلاوي عايز جروس يفضل موجود. مصلحة الفرقتين يعني. يكمل مع الأهلي. ليه يكمل ليه؟ مدرب كويس، بس هو ناقصه شوية إمكانيات كده وشوية تطوير في اللعيبة. زي إيه؟ إيه اللي ناقصه؟ مهاجمين كويسين، حد في خط النص يكون متحرك، المصابين يرجعوا مكانهم إن شاء الله يعني. لاسارتي السنة دي كان ناقصه شوية خبرات في أفريقيا، هو ماشي كويس جدا في الدوري، عامل روتيشن كويس جدا للعيبة. كان ناقص شوية خبرات في أفريقيا، أعتقد إن هو اكتسبها السنة دي بالنكسه اللي جت عندنا السنه دي في افريقيا بره الارض بتاعتنا، كنا دايما بنتغلب ودي حاجه جديده جدا على النادي الاهلي. الاسماعيلي والزمالك والذكريات. معانا 4 من النجوم الكبار، نبدا بالاسماعيلي اولا لان ماتش بكره هو
مباراة الإسماعيلي نجمه طبعا الكبير عمر جمال. مساء النور يا عمر. مساء النور يا كابتن. أهلا وسهلا. ربنا يخليك. وأيضا نجمه الكبير أحمد سمير فرج. مساء النور يا أحمد. مساء النور يا كابتن. يا أهلا وسهلا. ربنا يخليك. واثنين من نجوم نادي الزمالك الكبار أحمد سمير. مساء النور يا أحمد. مساء النور حضرتك. أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك كابتن. وأيضا أحمد صالح. مساء النور يا أحمد. مساء الخير يا كابتن. أهلا وسهلا. مساء النور يا كابتن. هنبدأ بالإسماعيلي إن ده ماتش بكرة. تمام تمام. ونبدأ مع عمر جمال. عمر، تعتبر بداية إنه الإسماعيلي يعني هو بداية انطلاقتك الحقيقية في كرة القدم ولا كان ليك تألق قبل كده؟ لا يعني بالنسبة للدوري الممتاز طبعا الإسماعيلي. إسماعيلي كنت قبل كده فين؟ في الممتاز بيه مع النادي الألمونيوم. في الألمونيوم. خدت 4 سنين لحد من 18 سنة وأنا عندي 18 لحد 23 سنة. بعد كده رحت الإسماعيلي 2004. كان بعد النهائي يا كابتن بتاع النهائي في افريقيا. البطوله الافريقيه كان بعد النهائي. اللي كسبوا 1-0 ومن انيمبا. انيمبا النيجيري. انيمبا النيجيري. رحت بعدها بشهر. اوكي. بس انا الكابتن ابو طالب قال لي لو كانوا كسبوا ما كنتش هاجي. لا والله. سبحان الله يعني. اوكي. فالحمد لله. وقعدت قد ايه بقى؟ قعدت لحد 2013. يعني 11 سنة تقريبا. 11 سنة. بعد كده مشيت رحت ليبيا. 6 شهور مع كابتن حسام البدري. رجعت على الزمالك 3 شهور. بعد كده رحت المقاولين 3 سنين. بعد كده قلت اختم في الاسماعيلي بس كانت اخر سنة يعني ما ظبطتش شوية. لكن هو حياتك الحقيقية. طبعا طبعا. طيب لحد دلوقتي كل الناس بتقول عمر اسماعيلي ما حدش بيذكر. عمر اسماعيلي. يعني في ناس على فكرة نجوم كبار يعني اهلي وزمالك عدوا على اندية تانية بس هم محسوبين على الانديه الكبيره. صح صح كده. واسماء فعلا كبيره. فعلا. اسماء كبيره. احمد انت لعبت اهلي وزمالك واسماعيلي. مظبوط يا كابتن. طبعا التجربه الافضل بالنسبه لك؟ الاسماعيلي طبعا كانت افضل ايام حياتي كرويه. من امتى لامتى بقى؟ رحت 2006 لعبت لحد 2012 وبعدين احترفت في ليرز البلجيكي وبعدين جيت شهرين على نادي الزمالك بالظبط وبعدين رجعت الزمالك تاني لعبت سنتين تاني فلعبت 8 سنين. دي كانت افضل حاجه ليا في كره القدم يعني. رجعت الاسماعيلي تاني. عشان قلت رجعت الزمالك. لا الزمالك وبعدين رحت الاسماعيلي بعد الزمالك. الزمالك شهرين. شهرين. مفيش غيرهم؟ شهرين بس. لا لا والله اسرع صفقه. يعني مضيت شهرين؟ شهرين. جيت في شهر 3 الدوري في بلجيكا بيخلص. كان ساعتها كابتن احمد حسن ساب الفريق ومسك مع منتخب مصر مع كابتن شادي غريب. فقال لك هنأيد احمد سمير فرج بدل مهمه قوميه. وما كانش في يعني واتأيدت بقى ومشيت الدنيا كده. وشهرين. شهرين. ورجعت كملت مسيرتك الحقيقيه مع النادي الاسماعيلي. في الاسماعيلي. وانت يا احمد؟ لا انا بدايتي بلديه المحله كابتن وبعد كده نادي الزمالك. انتقلت لنادي حرس الحدود. برضو كان من افضل المواسم ليا كرويا في حرس الحدود. عصرت الجيل الذهبي حرس الحدود يعتبر. اتمرنت مع كابتن حلمي وكابتن طارق العشري ناس محترمه جدا ومنه من افضل حياتي برضو كرويا. جالي عرض في بلجيكا. كنت اول لاعب مصري يروح نادي ليرز بلجيكا عن طريق مستر ماجد سامي. وكانت بدايه برضو الحاجه حلوه ليا انا حسيت بيها ان انا عملت حاجه. كان النادي في الدرجه الثانيه وصعدنا بيه للدوري الممتاز. ودي برضو الحمد لله رب العالمين كنا من الحاجات اللعيبه المؤثره اللعيبه المصريه اللي راحت كلها اثرت. احمد كان موجود وحسام غالي ومحمد عبد الواحد. كل الناس ودودو الجباس ناس كلها عملت اسامي في فريق ليرز. في اول سنه ليك في الزمالك على ما اتذكر خدت افضل لاعب. كان مستر فينجادا. كان مع مستر فينجادا وخدنا الدوري. واخدنا الدوري. كان معايا كابتن احمد صالح. كان احمد صالح كان معايا وكان بيلعب قدامي في بعض الماتشات يعني كان هو في اساس باك رايت بس. ما جيت انا في الفتره دي كان برضه هو مؤثر جدا فكان مستر فينجادا كان بيستغلنا ان احنا بنلعب احنا الاثنين على الخط مع بعض. وبعد كده رحت الزمالك رجعت الزمالك تاني من ختمت في الزمالك. ختمت رجعت الزمالك وبعد كده ختمت في المصري لعبت سنه واحده في نادي المصري. لكن محسوب على الزمالك. الحمد لله. تمام. الحمد لله. انا لعبت 6 سنين في نادي البلديه وبعد كده رحت نادي الزمالك 6 سنين واشتغلت 8 سنين في النادي يعني حوالي 14 سنه في نادي الزمالك. 14 سنه. بعد كده 3 سنين في نادي الاتحاد السكندري. وسنه في نادي الترسانه. لكن مدتك الحقيقيه كانت في نادي الزمالك. نادي الزمالك اكتر مده في نادي الزمالك. خدت كام بطوله في نادي الزمالك؟ في نادي الزمالك حوالي 13 بطوله. 13 بطوله. كنتوا مع بعض في الوقت ده. جيت بعد الكابتن احمد الثاني سنه بعديه كنا في نفس النادي بلديه المحله برضه بس هو كابتن احمد راح الاول الزمالك وبعد كده انا رحت بعديه. اوكي. انا خدت مكانه بقى في البلديه باك رايت لما هو مشي. وكان مين فرود معاك وقتها في الجيل ده؟ كتير. لا كابتن حسام حسن، كابتن عبد الحليم بسويني، كابتن عبد الحليم علي هداف التاريخ لنادي الزمالك، كابتن اسامه نبيه، جمال حمزه، صلاح عبد اللطيف.
مجموعه فراوده بس لوحدهم فرقه يعني دلوقتي بيدوروا بيدوروا على فيرو طبعا وانت كان مصر كلها بتدور على فيرو بالظبط وانت انا فاكر ان جوزيه كان قال عليك اخطر لا مش كده فكرني انت بعباره جوزيه دي لا والله انا اتصبت قبل كنا هنلعب الاهلي ماتش فيصل 2009 في 2009 كنت تخيل يا كابتن انا راسم السيناريو ازاي انا عارف ان احنا هنلعب الاهلي مع ان كلنا قلنا الجيش هيعطل الاهلي قلت بعد ما خلص ماتش الاتصالات هنكسب اتصالات واتصالات ساعتها كان مسكها كابتن حسام ايوه صح وهم يكسبوا يقعدوا في الدوري احنا نكسب نلعب ماتش فيصل تخيل الماتش كان ماتشين فرقتين موقف صعب للاثنين قلت يا كابتن اخلص الماتش رايح عمره اربع ايام متفق مع النادي كده اربع ايام ارجع العب الاهلي اوكي واتصبت يا كابتن مفيش مشكله كل الناس بتقول انت رجلك فيها صليبه عادي جدا سافرت وكملت بس كنت ماشي على العكاز مش قادر بس قلت لا 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 ان شاء الله هتحط ميه زمزم والدنيا تبقى جميله معاك عمر بفتح الفندق بفتح باب الفندق بيحطوا دايما الاهرام السعوديه بيحطوا الاهرام تحت الباب الاهرام المصري بفتح كده والله يا سمير والله والله يا احمد سمير يا حبيبي بنت كبير عمر جمال يغيب ست شهور عمر جمال انا تمام مفيش حاجه لقيت بقى كابتن كل يوم هو صليبي كده بيقول كل يوم في تحسن لقيت يا كابتن والله ما شاء الله كل يوم عن يوم بقيت امشي هو صليبي كده بس اول يوم بيبقى فيه بس تعب وكده بعد كده عادي بتمشي عادي مفيش مشكله بتمشي عادي بس مقدرش تلعب ما اقدرش العب ده جولك في الاهلي ده ده عبد الله السعيد فلقيت الدنيا تمام لا ده انت كويس عمر رجعت من وانا في المطار الدكتور كلمني قال لي تعالى على دكتور احمد عبد العزيز تعمل لا لا هتكشف بس هتكشف تعرف انا كل ده ما حدش انا ما اعرفش ان انا اعمل ايه رحت وكده وقال لي يلا يا بطل عمليه عادي جدا يا كابتن خدت الموقف ما فيش مشكله شد حيلك تاني سنه طلعت غلط شد حيلك ثالث سنه مش في شد خدت اربع سنين كده يعني كل ما استقبل حاجه عادي عمر ما يهمكش الدنيا كتير قوي والله فاكر انت قعدت فعلا مع كابتن العيب عندي مع كابتن كمان ايه لما جت الثوره عطلتنا جت احداث بورسعيد يعني كل ده انا اخدت مثلا خمس سنين كابتن ما العبش خمس سنين في احسن احسن سن ليك اللي هو 28 29 30 31 بس بص الحمد لله انت لمساتك في الملعب وعند عيون مشاهدينك وانا منهم ما تتنسيش ما تتنسيش صح فعلا ماشي يعني دي محبه من عند ربنا لا محبه طبعا محبه بس المحبه مش هتيجي من فراغ هتيجي صح. من امتاع اللاعب للجمهور اللي بيتفرج عليه فعلا. فانت كنت لا لعيب جامد جدا احمد بقى ماتشات الزمالك والاسماعيلي بقى خلينا احنا بقى اسماعيلي كلمنا على بعض الذكريات كده والله الحمد لله ذكرياتي كلها مع النادي الاسماعيلي خاصه في ماتشات الزمالك بتبقى بتكلم على الزمالك يعني افتكر خسرت ماتش مثلا او ماتشين من 8 9 ماتشات كان كعبين عالي جدا عليهم وكنا دايما بنكسب يعني خسرنا ماتشين بس بكتير او ماتشين. انا عندي احصائيه بتقول ان انتوا كان كعبكم عالي فعلا دي حقيقه فعلا كان الجيل بتاعنا بصراحه يعني عمر كان من اللعيبه وكان عبد الله السعيد كابتن حمص كان وسط ملعب جامد جدا فكنا بصراحه وبنكسب سكور يعني 3 2 باستمرار الكلام ده مظبوط ولا لا ما كانوا كان كابتن احمد مش موجود وكابتن لا مش موجود ما كانوش موجودين فكانوا في فتره كابتن قبل ما احمد سمير يجي لا كنا بنخسر دايما رايح جاي اول ما رحت انا الاسماعيلي هو عشان انا جيت عشان انا جيت بس يا كابتن احمد سمير عشان انا جيت فالوضع اتغير شويه احنا كنا سبعه لا هو فعلا ده ماتش ايه اللي قدامنا ده لا ده قديم لا لا ده كابتن حمزه ده قبليكم ده قبليكم لا انا فاكر يا كابتن انا لعبت سبع سنين في النادي الاسماعيلي منهم ثلاثه او اربعه بنكسب الزمالك رايح جاي رايح جاي كان مين في فكرني بنجوم الزمالك او مصطفى كريم الدور الاولاني والدور الثاني حسني عبد ربه لما من عندكم والدور الثاني حسني عبد ربه لما رجع من 2008 ايوه والسنه اللي خدنا فيها الدوري برضو كسبنا 1-0 عبد الله الشحات اوكي وكسبنا 3-1 عندنا مصطفى كريم وابو جريشه ومش فاكر مين اللي جاب الجون الثالث يعني كنا ادي ماتشين مثلا سنتين فيهم اربع ماتشات مكسب وفكرني مين كان في الزمالك من النجوم في الوقت كان في شيكابالا التشكيله اقوله لك شيكابالا واحمد جعفر عبد الواحد السيد هاني سعيد برضو كسبنا التيم ده في في في, في الزمالك في كلها الحربيه لما عمرو السوليه جاب الجون ايوه يعني عديت لك خمس ماتشات في ثلاث سنين كان هاني سعيد ومحمود فتح الله وحازم امام محمد عبد الشافي ده كان التشكيل فكان لا كانت فرقه تقيله وده ماتش من الماتشات برضو ده اجون انطويا هو اللي على الشاشه ايوه وقعت من كابتن عبد الواحد وجون جابها برضو كان 1-0 والدور الاولاني برضو الاسماعيلي كسب بهدف ابراهيم حسن فانا انا عايز اقول لك انه في وفقا للاحصائيات اللي قدامي يعني الاسماعيلي اكتر فرق في الدوري فوز رايح جاي على حساب الزمالك تمام حدث ذلك في 8 مواسم
يعني في 8 مواسم انتوا كنتوا بتكسبوا رايح. انا لعبت في 3 منهم. لعبت في 3 من 8. من 8 دول 8 مواسم. لكن برضه عشان ندي الزمالك حقه، مجموع المواجهات الزمالك والاسماعيلي لعبتوا مع بعض 120 مباراه. تمام. الاسماعيلي فاز في 31 مباراه، الزمالك فاز في 46 صح. مباراه. الاجمالي فعلا هم اكتر كمان. صح. تعادلتوا مع بعض 33 مره. الاسماعيلي احرز في مرماكو في مرمى الزمالك 116 هدف، والزمالك احرز في مرماكو 134 هدف. يعني الكونكلوجن كله الزمالك افضل. أفضل. لكن في 8 مواسم، ودي حاجه غريبه جدا ان الاسماعيلي يكسب رايح جاي. طيب احمد سمير، قول لنا برضو عن بعض ذكرياتك في مباراه الزمالك والاسماعيلي. يمكن اول ذكرى ليا كابتن مدحت، انا اول مباراه رسميه مع نادي الزمالك كانت الاسماعيلي في اسماعيليه، وكسبنا 1-0 هدف الكابتن عبد الحليم علي. دي اول مباراه ليا. اول مباراه اول مباراه ليا دي المباراه برضو ده كابتن مدحت اللي انا المباراه دي قال لي انا عملت فيها الجون. انا دي برضو دي انا نسيتها برضو دي. الموسم ده برضو كسبنا رايح جاي الدور الثاني بنهيني مع كابتن خالد القماش. اوكي. رايح جاي كابتن خالد كسب الزمالك رايح جاي الموسم من 3 مواسم بالظبط. تمام. اتفضل يا كابتن. فدي كانت اول مباراه ليا طبعا ما انساهاش في تيشيرت نادي الزمالك، وحصلنا على الدوري في المباراه دي. كان في استاد اسماعيليه، وكان الملعب بصراحه رائع، جماهير مقفله الملعب كله، حاجه ما اقدرش انساها يعني. برده لعبت مباريات اسماعيلي كتير الحمد لله رب العالمين في الموسم. في الدور الثاني برده كسبنا 3-1 في الكليه الحربيه برده في نفس الموسم. كسبنا ده سنه كام ده كابتن؟ كان 2004. 2004. واحمد صالح كان في نفس كان معايا. كابتن احمد كان معانا. وفي برده السنه اللي بعدها لعبنا نادي الاسماعيلي، لعبت نادي الاسماعيلي كتير. يمكن اخر مباراه ليا ما اقدرش انساها برده كان حضرتك اللي بتعلق على المباراه دي. المباراه اللي حصل فيها المشكله بتاعه بورسعيد والنادي الاهلي 2-2. الشوط الاول المباراه دي كانت رايحه لمباراه تاريخيه. الشوط الاول مش طبيعي. 2-2 والجماهير ماليه الملعب واستاد القاهره، والمباراه رتمها سريع جدا. اسماعيلي يجيب احنا نتعادل، اسماعيلي يجيب احنا نتعادل. وكان في الملعب كان في نجوم من الفرقتين يعني. والزمالك كان راكب الدوري وقتها ساعتها، كنا مع كابتن حسن شحاته كنا ماشيين زينا زي الاهلي، كنا مع كابتن حسن شحاته كنا متصدرين. فدي برده من الذكريات اللي ما اقدرش انساها في مباراه الاسماعيلي. برده ذكرياتك يا احمد بشكل عام، قول لنا برده اذا كان في مواقف حصلت مع لعيبه من الاسماعيلي مش عارف ايه كده. في موقف يمكن ماتشات الاسماعيلي عموما، احنا بنحب الاسماعيلي، نادي الزمالك بيحب الاسماعيلي زملكاويه دايما. في حب بين الفريقين حتى اللعيبه كمان. بورسعيد. بالظبط. الناحيه الثانيه اسكندريه مع الاهلي كده صح؟ بالظبط. اوكي. الصعيد كله والصعيد. فكنا بنبقى حابين الماتش ده، لان الماتش ده بيكون فيه فرقه الاسماعيلي بتحب تلعب كوره، ما بقاش فيها حته الخشونه والضرب اللي انت بتعرضه الماتشات الثانيه يعني او الفرق الثانيه. لكن في موقف يمكن ما اقدرش انساه، كنا بنلعب نادي الاسماعيلي تقريبا السنه دي، خدنا في الماتش ده النادي خدنا البطوله، بطوله الدوري. عملت انا اوفر لحسام عبد المنعم احرز بها هدف، اللي كان ام بي كسب النادي الاهلي اسلام عبد النعيم. اسلام عبد النعيم. سيد اخو سيد. سيد بيلعب برده حاليا في الجونه حاليا، كان برده بيلعب في الاسماعيلي. الهدف ده خلانا خدنا البطوله، كسبنا النادي الاسماعيلي وخدنا البطوله في اليوم ده، واحتفلنا في الملعب يعني. والنادي الاهلي خسر من انبي في ما هو ده. كنت انتوا في استاد القاهره في نفس اليوم. بالظبط. والاهلي في المقاولين العرب. اهو الهدف اهو. بالظبط. ما كانش في 30 واحد في المدرجات. انت انت اللي رفعت. انا عملت الاوفر ده. انتوا دخلتوا الماتش ده وانتم فاقدي الامل تماما. لا خالص بجد. احنا قلنا نكسب الماتش ده، او الماتشات اللي كانت باقيه لنا اتفقنا ان احنا هنكسب كل الماتشات اللي جايه، بغض النظر بقى الاهلي ياخد البطوله، بس احنا نمشي كويس. كان كل اللعيبه اللي موجوده لعيبه كبيره. بس الدليل يا احمد انه الماتش ده كان مفترض انه ما كانش عندكم امل فيه قوي، ما فيش جمهور. ما هو الجمهور هو المقياس. 30 واحد بس. كان 30 واحد بالمشروب بكل. في الفتره دي حوالي 7 بطولات يا كابتن. لا الفتره دي حوالي 7 بطولات في الفتره دي. انا عارف انتوا الفتره دي انتوا كسبتوا الاهلي انا فاكر 3. صحيح. مش كده بالظبط؟ صحيح. 3-1. 3-1. بتاع كابتن عبد الحليم. كابتن حسام حسن. حسام حسن جاب جونين. ايوه. بتاع 3-1. كسبتوا يعني الفرق كان 5 نقط للاهلي، كان راكب الدوري 5 نقط. تمام. وبعدين انتوا كسبتوا الاهلي 3-1. ورجع الاهلي خسر من امبي. احنا كنا عايزين نمشي كويس. لانه كنا ماشيين كويس جدا، كان عندنا الفرقه كلها او المجموعه كلها تقول اكسب
وسيب الباقي ماشي. اهم حاجه الجماهير تبقى احنا مبسوطه، احنا نفسنا نبقى احنا مبسوطين. عايز تاخد الثلاثه بونت ما بتبصش غير الثلاثه بونت، لان كان ايامنا برده ما فيش الفلوس اللي زي دلوقتي، والواحد يبص للفلوس. لا ما كانش كده خالص، كان كله بيبص عايز يعمل حاجه لنفسه. كان كل الفرقه مثلا كابتن حسام او كابتن خالد الغندور او الناس اللي كانت موجوده الكبيره في الفرقه كان دايما بيتكلموا ان انت ازاي تاخد الثلاثه بونت، ازاي تخلي جماهيرك مبسوطه حتى لو انت ما خدتش الدوري، بس بتكسب لاخر مباراه. صحيح صحيح. ويمكن تعليقا على محبه الاسماعيلاويه للزملكاويه، ان الماتش اللي بيحكي عليه احمد صالح ده بعد الماتش ما خلص وكانت كل الرضاوي بقى في الودان راحوا هنوكم. بسيوني جه بسيوني كان بتاع بسيوني احتفل معاهم. احتفل معاهم. انا كنت لسه ما روحتش يا كابتن. كنت انت لسه ما روحتش. بتشجع الاهلي بعد الاسماعيلي؟ لا 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 خالص. مش كلام ده خالص. وانا صغير كله عارف كده، عشان طبعا من المنيا، فالمنيا بالذات كمان حتى عن الصعيد كلهم اهلاويه. فانا لحد 18 سنه اهلاوي، بعد كده رحت الالومنيوم. كابتن حسين عبد اللطيف كان الزمالك يخسر كان بيزعل، فهو كان بيحبني فانا كنت بزعل ان هو بيزعل. فملت شويه للزمالك. بعد كده اول ما رحت الاسماعيلي خلاص بقى الاسماعيلي بيخليك مش تنسى الاهلي والزمالك، تنسى نفسك. الاسماعيلي بصراحه طول عمره كوره ممتعه ممتعه. انا بس عايز اقول لكم عشان الناس برضو تبقى فاهمه ايه الثمان مواسم اللي بنتكلم عليهم دول. الاسماعيلي فاز على الزمالك رايح جاي، واحده منهم سنه 48 49 2-0 و2-1، واحده 56 57 2-1 5-3 للاسماعيلي. ها الموسم اللي بعده 62 63 1-0 و3-1، بعد كده 2007 2008 1-0 1-0، وبعدين 2008 2009 اللي بعديها على طول 1-0 3-1. كنت انتوا في دي كانوا موجودين. وبعدين 2013 2014 1-0 1-0 ابراهيم حسن، والموسم اللي بعديه 1-0 1-0 برضه. برافو عليك. 2015 2016 1-0 1-0، وبعدين الموسم اللي فات 2017 1-0 3-1 اللي هو قدامنا ده. ده الماتش فاكرينه ده؟ ده ده بتاع ايه؟ ده السنه اللي فاتت. لا ده السنه اللي فاتت، ده الدور الاول 1-0 بتاع كالدرون. كالدرون ايوه ايوه، ده كان 1-0. الشوط الثاني ابراهيم حسن، الدور الثاني ابراهيم حسن رقصه شهيره. ايوه ابراهيم حسن. بمناسبه ابراهيم حسن هو ده الماتش ده. هو ده هو الماتش ده. بمناسبه ابراهيم حسن، ابراهيم حسن مع الزمالك الان افضل ولا مع الاسماعيلي لما كان كاداء؟ لا كان مع الاسماعيلي طبعا افضل، بس انا شايف ان ابراهيم حسن بدا ياخد ثقه ويحس بنفسه دلوقتي. كانش موجود عنده قبل كده الكلام ده. صح. لانه ابراهيم حسن من اللعيبه كابتن مدحت خلي بالك، فهو في اسوء حالاته بيعمل اسيست كتير. يعني ما تيجي تشوف معدل اهداف ابراهيم حسن اللي عاملها هتلاقي لا يقل عن 7-8 اهداف. اوكي. ده رقم اعتقد انه رقم مميز جدا. يعني هو بعد كهربا في الاسيست. فدي حاجه كويسه جدا. هو لعيب مميز جدا. وزي ما انت قلت هو يعني اخذ وقته في الزمالك. بالظبط. واول موسم يا كابتن. بالظبط. الوضع بيبقى صعب مش بسهوله. بالظبط. طيب. احنا قدامنا التشكيله بتاع او القائمه بتاعت الزمالك وبتاعت الاسماعيلي. قبل ما نروح للقائمه، احمد سمير شايف ماتش بكره ازاي؟ شايفه يا كابتن ماتش بطوله، ماتش بطوله لنادي الزمالك وماتش بطوله لنادي الاسماعيلي. الماتشات الكبيره دي دايما بتبقى بطوله جماهيريه بالنسبه للجماهير وبالنسبه للمدربين، كل واحد باستراتيجيته وفلسفته بيحضر للمباراه وبيحضر للثلاثه بونت. نادي الزمالك اذا اراد ان يبحث عن البطوله فله ان يفوز بكل مباريات التسعه الباقيه، من اهمها مباراه الاسماعيلي وبيراميدز ومباراه الاسماعيلي الثانيه، لان دي مباراه الاسماعيلي الدور الاول. أيوة. ففاضل له مباراتين اسماعيلي ومباراه بيراميدز، انا شايفهم التسع نقاط دول. لو نادي الزمالك حصل على التسع نقاط دول بقول لحضرتك من هنا من مثلا ورا نادي الزمالك بطل الدوري. لو حصل حاجه غير كده نادي الزمالك هيعاني، وهي وله هيتبقى له انه يتفرج على النادي الاهلي ومباراه الاهلي هيفقد نقاط ولا لا. كباتن مصر اللي قاعدين كلهم عارفين ان المباريات اللي زي دي كلها بتبقى ليها حسابات خاصه عند اللعيبه. اي مدير فني بيتمنى الحاله الفنيه اللي فيها اللاعب، حالته في الملعب. المدير الفني بيبقى خلاص ساعه المحاضره ما خلصت يا كابتن مدحت انتهت بالنسبه للمدير الفني. حالتك انت كلاعب في الملعب، روحك في الملعب القتاليه، تركيزك انك تأدي كل اللي مطلوب منك من مدير الفني طلبه، هو ده اللي بيخلي حالتك في الملعب. المدرب نفسه، حاله المدرب نفسه في المباراه اثناء المباراه، في تغييره في تاكتيك معين، في تغيير طريقه اللعب، في تحويل طريقه اللعب، كل دي امور لو كل واحد فيهم في يومه اعتقد ان المباراه بالنسبه للفرق الكبيره تبقى سهله جدا، تبقى 50-50 اي حد ياخد ثلاثة بونت. احمد صالح جروس وقيادته للفريق، هو في النهارده في المركز الثاني، هو كان فتره طويله متربع وبعدين حصل بعض الاخفاقات بقى في المركز الثاني. شايفه بكره من وجهه نظرك هيلعب من البدايه مهاجم، هيفتح خطوطه
ولا هيلتزم دفاع منطقة تحسبا نهائي؟ يعني وجهة نظر. لا هو دايما في مصر ما بيلعبش دفاع منطقة، وممكن لعب الفترة الأخيرة في مباراة أفريقيا بس في الكونفدرالية، علشان كان قبلها على طول الأهلي خارج من البطولة وكان الدنيا صعبة جدا جدا، ونادي الزمالك كان قبلها على طول كمان ماتشاته كانت أهدى شوية من الماتشات اللي قبل كان بداية صحيح. السنة فكان دايما عندهم تخوف، أو الفرقة نفسها حتى كلاعيبة نفسها كانوا بيلعب على الهجمة المرتدة، ويمكن ده ما شفناهوش من أول السنة مع نادي الزمالك. يمكن نادي الزمالك من أكتر الفرق اللي بتهاجم في الدوري وبتضيع أهداف وبتجيب أهداف كتير يعني. لكن أنا شايف مباراة النادي الإسماعيلي هيكون فيها كرة حلوة من الفرقتين، بس الجروس ما بيغيرش مفتوحة كتير. يعني مباراة مفتوحة تبقى؟ أنا بتكلم على الزمالك، هيلعب مباراة مفتوحة؟ لا هيلعب بطبيعته، هيهاجم كتير، هيهاجم ويدافع زي ما بيلعب، هتبقى يعني مش هيبقى حذر قوي قوي. لا يعني هيقابل من ال 18 بتاعت الإسماعيلي؟ لا مش ال 18، ما ينفعش يقابل من ال 18 يعني، لأن هو طبعا عايز دوري، فمش هينفع يجازف قوي في بداية المباراة يعني، على الأقل أول ربع ساعة ممكن يجس النبض لسه أو يشتغل زي ما هو شغال، لكن مش هيعمل زي أفريقيا يفضل في نص الملعب بتاعه وبيلعب الهجمة المرتدة. لا هو اللي هيكون ليه الأولوية إن هو في الحتة الهجومية، لأن أنت نادي الزمالك عنده الحتة الهجومية يعني عالية جدا في نادي الزمالك، بيوصل كتير بيضيع كتير يعني، حتى الماتشات اللي التعادل فيها زي مباراة الجيش ضيع كتير جدا جدا، وكان كسبان 2-0 الشوط الأولاني، ونتيجة كده وبعد كده إبراهيم أحمد سمير بتاع الجيش كان لعب في الزمالك قبل كده الماتش اللي هو الماتش ده اللي قدامنا كان موفق فيهم جدا فنادي الزمالك بيهاجم. هي مشكلة نادي الزمالك في الفترات الأخيرة يمكن النواحي الدفاعية يعني هي أقل خطوط نادي الزمالك، لكن هم ماشيين كويس جدا السنة دي، عاملين موسم رائع كل الفرقة يعني. لكن أنا بتكلم أتمنى أن بكرة نادي الزمالك أو الفترات الجاية الماتشات الباقية لنادي الزمالك الأمطار الأخيرة أتمنى النواحي الدفاعية ديفندرين والأربعة اللي ورا يعني الاثنين مساكين بالطرفين، هو الونش بكرة مش موجود محمد عبد الغني هيلعب هو ومحمود علاء وما عندوش باك رايت لا ممكن محمد عبد السلام هيلعب باك رايت هو عبد السلام ما فيش غيره فأتمنى أن هم يكونوا على قد المسؤولية. النواحي الدفاعية اللي أنت الفرقة اللي هتدافع كويس هي اللي هتكسب اللي هتدافع كويس اللي هتدافع كويس اللي هتكسب. أحمد سمير يعني غياب فرجاني ساسي من وجهة نظرك هل الإسماعيلي محظوظ بغيابه ولا شايف هناك البديل القادر في نادي الزمالك ان هو يعوض غياب فرجاني؟ انا متفق تماما مع حضرتك، لا فرجاني ساسي هيأثر كتير جدا على نادي الزمالك، خاصة ان البديل بتاعه محمود عبد العزيز بيتسم بالدفاع الجيد والقوة البدنية لكن ما عندوش النزعة الهجومية انه يقدر يلعب الفريق ويقدر يعمل بلاي ميكر زي ما بيعمل فرجاني ساسي فاعتقد ده هيأثر على الزمالك جامد جدا. هل محمد ابراهيم ما يقومش بالمهمة؟ صعب في الأدوار الدفاعية انه يقوم برقم 8 لأن فرجاني ساسي عنده قدرة انه يلعب وبيقدر يرجع. كمان نادي الاسماعيلي عنده مشكله كبيره جدا، كان فرجاني ساسي هيأثر لان الاسماعيلي كابتن مدحت بيلعب دفاع متقدم ودي حاجه سلبيه للمدير الفني لانه كل المباريات الاخيره بيلعب على الاوفسايد جيم دفاع متقدم فكل المباريات بيستقبل اهداف وغير الاهداف اللي بتضيع يعني شفنا ماتش بيراميدز كام انفراد، ماتش المصري كنا محظوظين جدا فيه لما تعادلنا فاعتقد كل الحاجات دي سلبيه. فرجاني ساسي كان بيحل اللغز ده كان يقدر يعمل سرو باس لكن اعتقد في غيابه مستر جروس من المدربين اللي ما بيجازفش يعني اول مره يجازف الماتش اللي فات بنزول محمد ابراهيم في مكان فرجاني ساسي لكن هو بيعمل لعيب بلعيب نادر لما بنلاقيه بيخترع حاجه جديده او بيعمل تركه في التشكيل هو بيغيب ده بيحط ده بالظبط وعنده عيب طبعا ان تغييراته متاخره ثبت التشكيل فاللعيبه اللي بتيجي تحطها كابتن مدحت بدلهم بيبقى عنده بعد عن الملعب حسيت الملعب والتكنيك عنده بيبقى بعيد شويه محتاج وقت عشان يدخل في المباراه 3 4 ماتشات عشان يخش فبيكون رجع اللعيب الاساسي فبيرجع يقعد على الدكه تاني فدي اعتقد دي من اهم سلبيات مستر جروس. مستر جروس طيب عمر انا يعني عايز اسالك سؤال بعد ما هطلع فاصل لكن قبل ما نطلع الفاصل من وجهه نظرك امتع مباراه اتلعبت بين مش بالضروره تبقى انت فيها بين الزمالك والاسماعيلي كانت ماتش اللي هي نتيجتها ايه؟ وبرده اشتركوا معانا الزمالك بتاع المباراه 2-2 نتلعب شوط لا لا انا اسف الزمالك والاسماعيلي ولا الاهلي والاسماعيلي سوري انا اسف الاهلي والاسماعيلي الاهلي والاسماعيلي 4-4 بعدها 3-0 بعدها 2007 لما كانوا راجعين من اليابان والله يا كابتن اول مره امشي يعني دايما ماتش الاهلي لو احنا بنخسر من كل الفرق اي حد بيقابلنا يا كابتن هنكسب 2 هنكسب 3 الماتش ده كابتن وانا ماشي قبل الماتش بيومين كابتن بالله عليك نخسر 2 بس كان الاهلي في السنه دي رجع 3 ثالث في اليابان الكابتن صبر المنياوي من عادته بيعمل المحاضره ساعه ونص لازم يعني انا بظبط الصبوتش معاه والله الكابتن صبري بفضل ياخد راحته ياخد راحته يعني الماتش ده يا كابتن 5 دقايق خمس دقايق الماتش ده بتاعكم انزلوا
بس فانا كابتن من اول دقيقه يا كابتن انا لو موفق هو السر في ان هو ما طولش. اه صح. انا كابتن انا كعمر لو موفق يا كابتن انا ممكن اجيبك كابتن خمس ست جوان متصور يعني محاضره ساعه ونص قبل ماتش كوره ده لعيبه تنام. لكن انتم متفقين انه 4-4 دي 4-4 طبعا دي اكتر. جميل. هنسال ان شاء الله بعد كده عمر عن وجهه نظره في اداء الاسماعيلي غدا ولكن بعد الفاصل. محمد عبد الله وطويله لاحمد فتحي وهو جول وهو جول وهو جول وهو جول هوبا وهو جول والهدف الاول للنادي الاسماعيلي. الله الله عليك يا بركات. لعيب كبير كبير كبير. حلوه 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 يا بركات. ضربه حره مباشر بسرعة على حسام غالي. حسام غالي عرضيه وخدها مره ثانيه حسام في اتجاه احمد بلال بيلم احمد بيلم احمد هوبا وهو جول. الله الله عليك يا بلال. الله الله بوس الخاتم براحتك يا ابني. حلوه 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 حلوه. اربعه اصفر جوه وبركات وعرضيه عاليه وحلوه هوبا والهدف الثاني والهدف الثاني. ايه الراس دي؟ ايه الجمال ده؟ حلوه 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 لبكره الصبح. لمسه جميله 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 لفاروق على يمينه لسيد. سيد بيشوط بالعرض قصده يشوط في الجون طبعا لمحمد عماره لا يرفع وعاليه وملفوفه وحلوه هوبا والهدف الثاني. ايه ده؟ ايه ده يا فاروق؟ الله الله عليك يا فاروق. الله الله عليك يا محمد يا فاروق. واسلام الشاطر وهوبا جوه جول. الله 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 عليك يا اسلام. حلوه 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 حلوه. علاء عايز يخش لجوه ودخل علاء ودخل علاء ودخل علاء وبالعرض وهوبا والهدف الثالث والهدف الثالث والفتى الذهبي والدبله الذهبيه. يا ولد يا لعيب يا ولد يا لعيب يا بلال. ماتش فيه العجب. 6 اهداف والصفاره وداخل علاء وهوبا وهو جول. الله 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 الله. حلوه 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 يا علاء ابراهيم. ارتدى ثوب الاجاده من الجزاء النادي الاسماعيلي وداخل عطيه وقف هوبا وهو جول. الله 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 عليك يا ولد يا لعيب. عمر جمال الاسماعيلي غدا زي ما سالت احمد صالح واحمد سمير رايك في ادائه بكره وهل متطلع للثلاث نقط امام فريق بحجم الزمالك شكل ادائه في الملعب؟ لا والله يا كابتن وجهه نظري لا الاسماعيلي هيلعب على التعادل. التعادل اه الاسماعيلي يا كابتن عنده مشكله كبيره يا كابتن. اولا ما عندوش صانع لعب ده اول حاجه اللي يقدر يوصل الناس. انت عندك اتنين سرعه عندك كريم بامبو لما بيلعب وعندك عبد الرحمن مجدي. طب ما كريم موجود. لا كريم لا بره 18 كريم بره 18 ليه؟ يعني اسباب كريم بامبو. اه كريم بامبو متاكد من المعلومه دي؟ انا معلوماتي ان هو ما رضيش يمضي ويمدد عقده فقعده بره. اتفضل. انت هتقول لي الاسباب وانا اقول لك الاسباب. فدايما بس انا شايف ان ده مش صح طبعا. يعني اذا صح هذا اللي انا قلته ده مش صح. يعني هو استفاد من اللعيبه ومشيه في اخر الموسم عادي جدا لغايه اخر لحظه اخد حقي منه. اصل هو كده كده هياخد فلوسه بالظبط كده. بالظبط. لا يعني اذا كان هذا هو السبب اللي انا قلته انا جالي مصدر من بره قال لي هذا الكلام. يعني اذا كان حقيقي انا اشوف ان ده غلط من الكوتش. يعني اتفضل. في ظل كمان يا كابتن يعني انا الماتش بتاع المصري والماتش وماتش بيراميدز مفيش احتياطي. يعني مين اللي ينزل في الاسماعيلي يا كابتن يقدر غير الماتش؟ سواء ديفندر كويس مثلا لو في عندك مثلا نص ملعب انت مش مالكه عندك راجل بلي ميكر عندك راجل راس حربه مفيش. انت شلونجو لو فايق مع ان انا ماتشين مش هو شلونجو بالنسبه لعمر. عبد الرحمن مجدي طبعا صعب اقيمه صغير ناس كتير بتتكلم عليه عنده 20 سنه اول موسم يلعبه ما عندوش ما فيش ادوات اللي تساعده. ما انت برضه يا كابتن عمر لما يجي في وقت يكون جنبه سيد معوض يكون جنبه حسني يكون جنبه احمد فتحي لا عمر يفرق. لكن عمر مثلا لو جه في فتره من الفترات مع لعيبه لسه بدا اول سنه دوري لا طبعا يا كابتن هيبقى الدنيا صعبه. انت من السنه اللي فاتت يا كابتن عندك باهر اللي بيلعب اساسي ده من السنه اللي فاتت وباهر كمان السنه اللي فاتت ما كانش بيلعب اساسي في بدايه الموسم عندك متولي برده وداه نص الملعب وعندك مفيش حد تاني وصادق عماد حمدي مصاب
وعماد حمدي مصاب. لا هو بقاله فتره مش بيلعب كمان مصاب. يعني اصابه يعني وما بيلعبش. يعني انت شايف ان الاسماعيلي بكره يلعب على التعادل؟ التعادل مع كمان يا كابتن زي ما قال احمد سمير المدرب بيلعب دفاع متقدم. طب انت ازاي دفاع متقدم ولا عندك ناس اول مره تلعب؟ يعني انت احمد ايمن ده صغير، محمد مجدي بيلعب جنب باهر برضه لسه السنه دي، دونجا السنه دي اول مره يجي، متولي بقاله اربع سنين، وطه طارق طه عندك متولي بقاله حوالي من ساعه ما انا كنت موجود في نادي في 2013 عمره ما لعب ديفندر، دايما بيلعب سيرد باك. فبرضه كابتن الواحد بينسى المكان او اللي هو كان بيلعب ايه. طبعا مش معتاد عليه. صادق برضه برضه كان بيلعب السنه فاتت في نص الملعب اكتر، لكن دلوقتي بيلعبه بلي ميكر. عبد الرحمن مجدي اول سنه شلونجو. فالدنيا انا شايف الاسماعيلي السنه دي لو بقى رابع انا شايف وجهه نظري كده دي بطوله بالنسبه للاسماعيلي. لو بقى هو طبعا حاليا الاسماعيلي يقدر يا كابتن السابع برصيد 37 نقطة. في فرق فرق تسعة بونت وعنده ماتشين ما كسبش يا كابتن مدحت بقاله أربع أو خمس ماتشات بالظبط. طيب من وجهة نظرك أحمد سمير فرج تشكيل الاسماعيلي المفروض يلعب بيه بكرة من واقع القائمة هو التشكيل يا كابتن؟ هو التشكيل هيبقى الاختلاف في كريم بامبو. قوله لي من أول الجول كيبر. هيلعب محمد فوزي ومحمد مجدي وباهر المحمدي. محمد فوزي جول كيبر. وهيلعب طارق طه وأحمد أيمن ومحمود دونجا ومحمود متولي. محمد صادق هيبقى البلاي ميكر وعبد الرحمن مجدي وشولونجو هيبقى مكان كريم بامبو. لو زي ما عمر بيقول عاوز تعادل هيلعب بواجه عبد الحكيم، لو عاوز يكسب هيلعب بأولا مرشال. مفيش يعني ما عندوش بدال تانية لأن عندك الشامي بعيد جدا، لكن فرصة برضه يا كابتن بنستغل الظروف وبنبارك لفريق 99 الإسماعيلي خد الدوري العام امبارح وقد إيه قدر يلم الناس القديمة بقيادة الكابتن زيدان النبا وكل القدامى. اللعيبة بقت فرحانة بالناس، يعني الناس في إسماعيلية بتتنشأ على بطولة أو أي حاجة تفرحهم، فبنبارك لهم من خلال حضرتك يعني. ونبارك برضه للكابتن سيد عبد الرازق طبعا اللي هو ماسك القطاع، وكابتن طارق زين وكابتن إسلام كاظم وكابتن غريب فتحي دول الجهاز. فللأمانة عاملين حاجات، كل الدعم من كل اللعيبة القديمة طبعا على رأسهم كابتن زيدان النبا وكل الناس القديمه كانت فرحانه قد ايه بمكسب الفريق. طبعًا يعني يعني انت شايف ان التشكيل هو في ما عدا كريم بامبو طبعا. وانا طبعا متفق مع حضرتك ان ما ينفعش يبقى لعيب طبعًا عقده بينتهي طبعًا. انت بتحرم نفسك. وخلي بالك كابتن علامه استفهام كبيره جدا لان ده مش قرار المدير الفني، ده قرار مجلس الاداره ومحمود متولي في الطريق لان نفس الظروف. لكن محمود متولي بقاله كام مباراه بيأدي بشكل كويس وبيجيب اهداف، فاعتقد ان دي الى حد ما مدياله سبورت كويس. لكن لو ما جددش محمود متولي هيبقى نفس المصير برضه. مين بقى قلت مكان كريم بامبو؟ لو عاوز يكسب هيلعب عوده مارشال، لو عاوز يقفل في الاول هيلعب وجيه عبد الحكيم. ما هو مفيش ممتاز لان محمد الشامي بقاله فتره بعيد. احمد سمير برضه التشكيل متوقع من وجهه نظرك لنادي الزمالك؟ كابتن في انا عاوز اقول لحضرتك ان لو تشكيل متوقع بالنسبه لمستر جروس اقول لحضرتك، لكن تقول لي انا كاحمد سمير زمالك وتحب تلعب ايه بكره لاعب نادي الاسماعيلي؟ في كذا حل، في كذا حلول كتير جدا، في كذا طريقه ممكن العب بيها. لكن مستر كروس انا اعتقد ان هو هيلعب بطارق حامد ومحمود عبد العزيز في نص الملعب. من البدايه من جنش، من البدايه هيبقى جنش محمود محمد عبد السلام. عبد السلام هيلعب باك رايت بدل من النقاز وحازم، لان برده كماتشو مش موجود في في القايمه اللي موجوده. فهيبقى محمد عبد السلام وهو ده لعبها في مباراه المقاولين في الدوري ولعب مباراه النجوم في الدوري برده كان لعب باك رايت. محمود علاء ومحمد عبد الغني، عبد الله جمعه، طارق حامد، محمود عبد العزيز. هيبقى محمود عبد العزيز بدلا من فرجاني. فرجاني ساسي هيلعب قدامه محمد ابراهيم ويوسف اوباما وابراهيم حسن وعمر السعيد. وعمر السعيد. تتفق احمد صالح ولا ليك راي اخر؟ انا اعتقد ان هو هيثبت خالد بوطيب هيلعب، لان مستر جروس ما بيغيرش انت كويس او وحش، هو مثبت تشكيل وبيلعب بيه. انا من وجهه نظري هو السته اللي تحت زي ما كابتن احمد قال هم يلعبوا اثنين مساكين والطرفين ومحمود عبد العزيز وطارق حامد، لكن انا شايف ان ابراهيم حسن يلعب طرف يمين، اوباما، احداد، خالد بوطيب. احداد طب ما حدش فيكم انتوا الاثنين قال زيزو مع انه متالق، لانه كان قبل كده طالع بره ال 18 ف لسه داخل الماتش ده، يعني هو خرجوا ماتش قبل كده، فطبيعي ان هو هيحط ناس من اللي موجوده في. طيب لو انت شخصيا هتحط التشكيل هتغير ايه في توقعاتك لجروس؟ انا احط يعني هتبقى فيها مشكله شويه، لكن انا احط ايمن حفني. ايمن حفني لان احنا ناقصنا الناس اللي عندها حلول فرديه، لعيبه الكره اللي بتوصل للجون بشكل سلس، يعني تعمل جون او تجيب جون. فايمن عنده الحته دي، لكن اعتقد طبعا هو مش لا انا بتكلم عليك انت. مش هي طب يعني قول لي التشكيل من وجهه نظرك انت بقى. انا الاربعه اللي ورا دول ما فهمش في صار. الاربعه اللي ورا وطارق حامد ومحمود خالد هلعب انا عمر السعيد بدلا من خالد بوطيب.
ولو كهربا وكهربا موجود ولا مصاب؟ كهربا مش موجود. بس بيقولوا انه سليم ما اعرفش. يعني هو موجود عندكم في القايمه؟ لا بره كده. بره اوكي. هلعب ايمن حفني، اوباما، محمد ابراهيم، عمر السعيد. محمد ابراهيم واوباما وايمن حفني. وايمن حفني مش كتير، محمد ابراهيم وايمن حفني في الحته دي. لا اصل دول لعيبه كوره. لعيبه كوره، انا بحب لعيبه كوره. نادي الزمالك متعود ان انت يكون في لعيبه كوره عندها حلول موجوده. لكن طبعا هم بيبقوا واخدين مهام دفاعيه الفتره الاخيره، حته ان انت بتلعب 4-2-3-1 بيبقى لها يعني الطرفين لازم بينزلوا مع الباكين تحت، بينزلوا بطريقه معينه او لهم مهام هجوميه ومهام دفاعيه. لو واحد فيهم قصر يمكن ده اللي بيخلي ممكن محمد يبقى بعيد شويه او ايمن حفني بعيد شويه او مصطفى فتحي بعيد شويه. يعني انا كنت اتمنى ان مصطفى فتحي يكون موجود. مصطفى فتحي انا المانيا لوحده. طبعا المانيا مصطفى لعيب مهم جدا ان شاء الله. طيب يرجع بعد شهر. بالنسبه لك يا احمد، انت قلت لو انت هتحط التشكيل هيبقى مختلف. تمام. هتحط انت ايه بناء على السكواد اللي موجوده يا كابتن مدحت؟ انا هلعب ب 3-4-3. هلعب بمحمود علاء، محمد عبد السلام، محمد عبد الغني، واحمد سيد زيزو. هلعبه وينج رايت، اللي هو يلعب وينج رايت يبقى هو ناحيه اليمين، وعبد الله جمعه ناحيه الشمال. والعب بطارق حامد وجنبه محمد ابراهيم، ويبقى ابراهيم حسن واوباما وعمر السعيد. انا كده النقطه اللي كان بيتكلم فيها كابتن حسن فرج بتفق معاه تماما. انا كده بقى انا قريت فرقه نادي الاسماعيلي، بلعب ديفنس عالي وانا عندي سرعات على الاطراف متكونه في احمد سيد زيزو وفي عبد الله جمعه. هتديني افضليه انا كعمر السعيد ان انا وقوفي هنا هياخد معايا اثنين لعيبه، هفتح مساحات. محمد ابراهيم لا يقل قيمه عن فرجاني ساسي من وجهه نظري، لان انا لعبت مع محمد وعارف امكانياته كويس جدا. ومحمد لما يحس يا كابتن مدحت ان هو مفيش مقارنه بينه وبين فرجاني دلوقتي، لان يعني فرجاني بعيد ومصاب ربنا يشفيه، انا في الملعب ابقى عندي الراحه، ما عنديش بديل بره، فهطلع كل اللي عندي. عارف ان التسع ماتشات اللي جايين دول انا هاخد فيهم وقت كبير جدا، فانا عاوز ارجع بقى كانها كان محمد. دي الماتشات الكبيره دي اللي بترجع الناس الكبيره. فبالتالي هتدي حلول كبيره جدا لنادي الزمالك، هتخلي نادي الاسماعيلي على طول دايما في حاله دفاع، خلي نادي الزمالك دايما راكب المباراه. سياسه مستر جروس في الاستحواذ هتدي له افضليه، لان في لعيبه كوره كتير جدا، في حلول كتير جدا عندك. هتبقى كمان غطيت على حته الباك رايت اللي مش موجود، بان انت عندك ثلاثه تلعبهم فلات، ومحمد عبد السلام لعب ناحيه اليمين ولعب مساك، فبالتالي هتبقى عندك مشكله خالص ان زيزو يروح ويرجع بمزاجه، فيبقى عنده كفر ما فيش مشكله خالص. ناحيه الشمال محمد عبد الغني قاعد وهو رقم واحد في الدفاع خط نادي الزمالك، وعلامه استفهام على عوده ان هو قاعد احتياطي من بعد مباراه النادي الاهلي، احتياطي للونش لان هو كان بصراحه لاعب مباراه هايله. فبالتالي وجوده يدي لك انت كمان امان. محمود علاء ما عندوش مشكله في حته ان هو يعمل كفرنج، ولازم محمود علاء نقطه مهمه جدا يا كابتن مدحت يحترم خط دفاع او يحترم بوزيشن بتاعه في نادي الزمالك. انت في الاول في المقام الاول مدافع، احمي لي خط ظهري، امنع الاهداف ان انا استقبلها كتير. وبعد كده الاهداف دي هتيجي بقى في كره ثابته، هتيجي في بتاع. لكن ده بيفسر ان في انفرادات بتحصل كتير. وكمان يا كابتن هو يعني انشغال محمود دي حاجه كويسه، بس انشغاله في حته المنافسه على هداف الدوري ممكن تاخد منه وتاخد من نادي الزمالك وتاخد من خط دفاع نادي الزمالك. فانت بتحمي كل الناس دي كلها في حته ان انت بتلعب بالثلاثه، وعندك اللعيبه اللي هو عبد الله جمعه واحمد سيد زيزو عندهم من القدرات الهجوميه والدفاعيه ان هم يقدروا رايحين جايين. فانت هتدي حلول كتير جدا نص الملعب. وانا زلت مصمم ان عمر السعيد لازم ياخد الماتش اللي جاي يا كابتن مدحت، لان خالد بطيب مش هقول طريقه لعبه مش متناسبه مع نادي الزمالك، لا مجهد، خلينا نخش في اتجاه الاجهاد. فلازم عمر ياخد الفتره دي وخالد بطيب يبقى اضافه ليه الشوط الثاني. انا بالنسبه لحته عمر السعيد حابب اتفق معاك تماما فيها. معلش يا كابتن هزود على احمد زمان، ان انا فعلا مع احمد. عمر السعيد هيبقى فرد منتخب مصر بس يلعب. يعني انا شايف احنا عندنا ازمه في منتخب مصر، ما انت عندك اهو عمر اهو. عمر يحل، ما اعرفش ليه بعيد بصراحه. وانا زيك. طيب سريعا بقى توقعاتك للنتيجه. توقعاتي الاسماعيلي هيلعب على التعادل، الافضليه للزمالك. لا قول لي نتيجه عشان مسجلينها لو حصل هنطلع. هي النتيجه كابتن الاجوان مش تبقى كتيره. يعني مش هيخلص مثلا 2-2-3-1، لا 1-0 بالكتير. لمين؟ للزمالك. للزمالك. مين يجيب الجون تفتكر؟ ممكن اوباما واحد. ممكن ابراهيم حسن برضو الفتره دي بيجيب اجوان. ده وده. هو بس في حاجه مهمه نسينا نتكلم فيها كابتن، ان محمود دونجا واخد انذار ثالث، وفي اتفاقيه انه ما يلعبش ماتش الزمالك. بس واخد انذار فكده هو بره الماتش وهيلعب مكانه الضرف، لان ما فيش حل ثاني. انا برضو بضم صوتي صوت عمر انه بيتمنى الاسماعيلي يكسب، لكن على الورق وكل حاجه الزمالك افضل بكتير، انما الاسماعيلي برضو عنده كبرياء يقدر يحافظ عليه. لكن اعتقد ان المباراه راح في كافه نادي الزمالك. واحد برضو. 1-0. مين يجيب الجول؟
خالد بطيب. انا مختلف معاك كلكم، حاسس ان هتفتح معاه بكره. ودي من ضمن خطه الاسماعيلي. توقعاتك النتيجه يا احمد؟ اتوقع تبقى 2-1 نادي الزمالك. 2-1 نادي الزمالك. تقول لي مين يجيب اهداف؟ توقع اوباما وابراهيم حسن للزمالك. والاسماعيلي؟ الاسماعيلي ممكن شيلونجو مثلا، يعني شيلونجو ماشي كويس جدا، فرد كويس. احمد 2-0 الزمالك. 2-0 مين؟ اتوقع محمود علاء، كره ثابته كلها مهم، يعني دور مهم جدا، كره ثابته. ومحمد ابراهيم. صح يا كابتن، نسينا محمود علاء. ركزنا في اللي قدام. طيب يعني انا طبعا مش هسالكم توقعاتكم لترتيب الدوري العام، لان ما ينفعش اسالكم، ان الزمالك هيقول الزمالك وانتم بتحبوا الزمالك هتقولوا الزمالك. لا لا خالص. طيب مش هسالكم. هقول لحضرتك على حاجه مهمه، هارجع هذا السؤال. انا اسف، بيراميدز لو كسب زمالك واهلي والماتشين الجايين دول هيلعب اهلي بعدين الزمالك، هياخد الدوري. ياه. على مسؤوليتي. صح. انا مختلف مع الكابتن احمد سمير طبعا. نادي بيراميدز لو ما لعبش في ملعب كويس ارضيه وملعب واسع هيتعطل. لو ملعبه كبير واسع. لا، الملاعب الماتشات اللي بره ملعبه اللي لو لعب في ملعب ضيق مش كويس هيتعطل. دي مشكله بيراميدز. انا هقول لكم ماتشات منهم 4 فاضل له ايه؟ بيراميدز فاضل له اهلي وزمالك ومصر ومصر مقاصه وادي دجله النجوم حرس الحدود. الزمالك وادي دجله اسماعيلي بيراميدز اسماعيلي حرس حدود انتاج حربي داخليه جونه اهلي. الاهلي فاضل له النجوم وبيراميدز والمصري وامبي والاسماعيلي المؤجل وطلاع الجيش وسموحه والمقاولين والزمالك. ماتشات صعبة. الله اعلم. العلم عبد الله. بس احنا سجلنا كده. احنا سجلنا. سجلته طبعا خلاص. شرفت يا احمد، اشكرك. ربنا يخليك، كان شرف ليا. ده متصالح، شرفت ونورت. بشكرك جدا كابتن، شكرا جزيلا. عمر جمال شرفت ونورت. ربنا يخليك كابتن. اشكرك، شكرا جزيلا. احمد سمير فارس شكرا كابتن، وسعيد اني كنت موجود مع حضرتك النهارده. يا رب يخليك. شكرا كابتن. غدا بمشيئة الرحمن عندنا يوم حافل ورائع بإذن الله. هنبدأ الاستوديو بتاعنا الساعة 3:30، هكون موجود مع حضراتكم فيه لمباراة الإسماعيلي والزمالك، ثم يعقب هذا الأمر استوديو آخر مع زميل خالد لطيف، وأعلق لكم أنا على مباراة الأهلي وبيراميدز بمشيئة الرحمن. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.